تفاصيل الرابعة من قناة الرابعة معي أنا فالح الماجدي أحييكم وأبدأها بالعناوين على وقع استهداف السفارة الأمم المتحدة تحذر من تهديد استقرار العراق والسودان يصف القصف بالعمل الإرهابي شبح الاغتيالات يعود الى البصره مسلحون يفتحون النار على عجله ويقتلون صاحبها والعثور على جثه مجهوله في الزبير. لا يجوز تهديد المرشح ولا يجوز ضرب المرشح ولا يجوز منعه من عقد ندوته ولا يجوز احراق الصور. خطيب جمعة الكوفة ينفي دعوة الصدر لتمزيق صور المرشحين والتنافس السياسي يتحول الي صراع ضمن النزال الانتخابي الاحتلال يقصف محيط مستشفى غزه الاوروبي وتحذير اممي من انهيار النظام الصحي بالقطاع السلام الله عليكم وجه القائد العام للقوات المسلحه محمد الشاه السوداني بملاحقه مطلقيه القذائف باتجاه السفاره الامريكيه لدى بغداد وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول ان السوداني اكد عدم وجود مبرر لاستهداف البعثات الدبلوماسيه كما ولفت الى انه لا يمكن القبول بهذا الامر تحت اي ظرف كان واضاف السوداني بحسب رسول ان هذه الافعال لا تعبر عن اراده الشعب ولا تعكس القرار الوطني الذي تعبر عنه الحكومه كما وصف السوداني استهداف اماكن امنه محميه بقوه القانون والاعراف والاتفاقيات الدوليه بالاعمال الارهابيه. من جهتها ادانت بعثه الامم المتحده في العراق الهجوم الصاروخي على السفاره الامريكيه في بغداد. وحثت البعثه في بيانها الحكومه على ضروره حمايه جميع المباني الدبلوماسيه بما يتماشى مع القانون الدولي مؤكده ان العراق لا يسعه تحمل اي جر الى صراع اوسع نطاقا الامر الذي من شانه ان يهدد الاستقرار الذي تحقق بعد جهد جهيد والانجازات التي تحققت حتى الان وزاره الخارجيه اصدرت بدورها بيانا غاضبا اعربت فيه عن رفضها وادانتها لما تعرضت له سفاره الولايات المتحده الامريكيه في بغداد. الوزاره قالت في بيان ان العراق حريص على الالتزام بحرمه البعثات الدبلوماسيه وضروره عدم تعرض امنها للخطر، مشيره الى اتخاذ السلطات جميع الاجراءات واقصى الجهود في ملاحقه المتسببين لاحالتهم الى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، كما أد... أكدت متابعتها مع الجهات المسؤولة عن التحقيق لمعرفة المتسببين بهذا الاعتداء. إذا كانت السفارة الأمريكية في بغداد قد طالبت الحكومة العراقية في بيان لها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها والبعثات الدبلوماسية ومن وصفتهم بالشركاء في التحالف الدولي، وأشارت السفارة إلى احتفاظها بحق الدفاع عن النفس. وحماية موظفي موظفيها بأي مكان في العالم. هذا وعقد الإطار التنسيقي بغالبية قياداته السياسية اجتماعا طارئا مساء اليوم. وقال مصدر سياسي للرابع ان الاجتماع الطارئ الذي عقد مخصص لبحث ومناقشه تداعيات الهجمات الصاروخيه التي استهدفت السفاره الامريكيه فجر اليوم في المنطقه الخضراء وسط العاصمه بغداد. وبعد ساعات على الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفاره الامريكيه في بغداد، تعرضت قاعده عين الاسد في الانبار الى قصف صاروخي هو الثاني من نوعه في اقل من 48 ساعه واتبنت فصائل المقاومه العراقيه الاستهداف من خلال بيان لها حيث قالت ان الهجوم ياتي بمعرض الرد على الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في غزه واضاف البيان ان الرشقه الصاروخيه اصابت هدفها بشكل مباشر أوضح رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي أن الأمن والاستقرار ليس سلعة في سوق الأجندات ولا يمكن تغطية أي تعرض يهدد سيادة البلد العبادي في بيان أكد أن تعدد مراكز القوى ومنازعتها سلطات البلاد في الموقف والمصالح هي وصفة الفشل والدمار وعلى الجميع التخلي عنها والاصطفاف خلف الدولة والتمترس بشرعية سلطاتها بما يحقق مصالح الشعب بعلاقات متوازنة وسيادية مع العالم مشيدا بموقف الحكومة المتمثل برفض وإدانة وتجريم الاعتداء على البعثات الدبلوماسية من جانبه أعلن جهاز الأمن الوطني تعرض مقره في العاصمة بغداد لاعتداء من قبل مجاميع خارج عن القانون وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم أن المقذوفات الصاروخية التي أطلقت على مبنى الأمن الوطني أوقعت أضرارا مادية في العجلات والأبنية مؤكدا ملاحقه مرتكبي هذه الاعتداءات الاجراميه وتقديمهم الى العداله افاد مصدر امني بمقتل شخص بهجوم مسلح في محافظه البصره وقال المصدر للرابع ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على عجله مدنيه في شارع جازينو لبنان في البصره اسفر عن مقتل صاحب العجله مضيفا ان المسلحين هربوا الى جهه مجهوله بعد تنفيذ عمليه الاغتيال حادثه القتل في محافظه البصره هي الثانيه خلال يوم واحد، حيث تم العثور على جثه مجهوله في قضاء الزبير غرب المحافظه. وقال مصدر امني ان القوات الامنيه عثرت على جثه مجهوله الهويه ضمن منطقه الاثار في قضاء الزبير دون ذكر مزيد من التفاصيل حول دوافع الجريمه وهويه الضحيه. والحديث في تطورات الاوضاع في البصره ينضم الينا عبر سكايب من البصره محمد الزيداوي ممثل شؤون العشائر في المحافظه مرحبا بكم سيد محمد نتحدث في هذا التصعيد الذي قد يكون له ارتباط بشكل ما الصراع الانتخابي او ما شابه الى اين تضعون هذه الحوادث وما هو الدوافع خلفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى مشاهدي قناه الرابعه الفضائيه بالنسبة إلى وضع البصرة كان مستقرا نوعا ما ولكن عند قرب الانتخابات وجدنا كثير من الحوادث وكثير من النزاعات وكذلك الحوادث المصطنعة والغرض منها ارتباك الوضع الأمني وقد أخذ السيد قائد الشرطة بالتعاون مع محافظ البصرة وكافة الخيرين كافة الاحتياطات لمثل تلك الحوادث ونرى بأن هذا الشيء قد حدث في سنوات الماضيه وفي قرب الانتخابات السابقه وهذا شيء معروف تريد بعض الجهات ان تربك الوضع الامني في المحافظات لاغراض شخصيه وسياسيه وكذلك يعني مخططات اقليميه وكذلك من بعض الشخصيات التي لا تريد الخير للعراق والبصره بالخصوص ونرى بان هذه جرائم في تصاعد وايضا يوجد توتر واضح لدى المواطنين وربما سيؤثر تاثيرا كاملا على الانتخابات اذا بقت الاحوال على حالها لذا نطالب دوله رئيس الوزراء وكافه الخيرين باخذ كافه التدابير والاحتياطات خلال هذه الايام القادمه لان العراق يسير في مخاض كبير وعظيم وهي قضية الانتخابات مجالس سيد محمد هل, هل والتي تتهمون تعطلت لأسباب سياسية نعم سابقا. نعم هل تتهمون جهات معينة قد يفكر البعض بأن النزاعات العشائرية ودائما ما تحدث في البصرة هي من تقف مثل وراء هكذا استهدافات أو اغتيالات. أقولها بكل صراحة بأن الشريحة العشائرية حاليا بعيدة كل البعد عن المهاترات وعلى النزاعات والبصرة تعيش حاليا نوعا ما يعني هدوء نسبي من قبل العشائر ولكن توجد ايادي خفيه تريد ان تخلط الاوراق لمعارف سياسيه علما بان حاليا توجد كثير من الضبابيه من كثير من الكتل السياسيه ولحد الان لم نرى البرهان او الدليل القاطع على ادانه من تقوم بهذه الافعال وهذه جرائم المنظمة العشائر هل لديها تنسيق إلى درجة ما مع القوات الأمنية في البصرة ليس فقط فيما يتعلق لأننا مقبلين على فترة انتخابات وإنما بشكل عام لضبط الأوضاع في البصرة هل لديكم تنسيق أم لا؟ يعني بعد نعم بعد توجيهات السيد وزير الداخلية المحترم وكافة الخيرين الذين يسعون في جعل البصرة أكثر أمنا وأمانا عقدت مديريه الشؤون العشائر العامه التابعه الى وزاره الداخليه وبالتعاون مع مكتب ممثلي الشؤون العشائر في ديوان المحافظه بالاجتماع مع الشيوخ والوجهاء والسادات لغرض اعطاء الضمانات والطمينات لكافه الجماهير بان العشائر تستطيع ان تقدم كافه ما لديها الى القضاء في حاله وجود نزاعات وكذلك تاسيس لجان لحل النزاعات تكون تتحمل عاتقها كافه الحلول التي تقع ضمن الوقعه الجغرافيه لمدينه البصره ولكن بسبب اسباب كثيره وعديده من ضمنها النزوح ومن ضمنها التكتلات السياسيه وكذلك وجود بعض المتعاونين مع بعض الجهات هؤلاء وغيرهم هم السبب الرئيسي لما يجري ولكن نرى بان حاليا العشائر والوجهاء بالخصوص والشيوخ لديهم وجهه نظر واحده هو كيفيه بناء العراق وكيفيه دعم العراق من قبل الشريحه العشائريه والحمد لله البصره حاليا تعيش بخير لولا هذه الجرائم وهذه الثغرات الامنيه التي تحدث من هنا وهنا عبر سكايب من البصره محمد الزيداوي ممثل شؤون العشائر في المحافظه شكرا لكم ابعاد خطره بدات تاخذها ظاهره تعاطي المخدرات في ذيقار ومع امتناع الجهات المعنيه في المحافظه عن التصريح تتصاعد المطالبات بشن حملات جديه تحد من هذه الظاهره عقوبات قانونيه شديده تطال المتاجرين والمروجين والمتعاطين للمؤثرات العقليه تصل الى الاعدام فظاهرة تفشي المخدرات في محافظة ذي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة. المخدرات منتشرة عندنا هنا بعموم الناصرية يعني كافة متأذين يعني ذاك اليوم أنا شفت مجموعة من المخدرات يعني وركضت من الحكومة طاردتهم الحكومة طبوا على البيوت قاموا يدخلون على البيوت وعلى العوال على العوائل يعني يدخل هيك يدفع الباب ويدخل فإحنا نشكي ونرجم من الحكومة تكافح لنا هذا الموضوع. موضوع الحكومة يعني اليوم يعني شايلة يعني مو قوية عليهم جاي يبيعون براحتهم ويشربون براحتهم بكل بكان بكل ركن قاعدين احنا متأذين مواطنون ومراقبون دعوا إلى حملات جدية لمكافحة هذه الظاهرة التي تزهق أرواح المراهقين والعاطلين عن العمل بسبب الفراغ وقلة الوعي وتفشيها بين اقرانهم. صدرت منظمه التواصل والاخاء الانسانيه والعديد من المنظمات اعداد كبيره من متعاطي المخدرات بل لاحظنا ان السجون اصبحت لا تكفي لهذه الاعداد التي وصلت بالمئات لهذه الاعداد من تعاطي وتجاره. تم تشكيل عده لجان منها لجان التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب التي من نتائجها طبعا اكثر الجرائم هي نتيجه تعاطي المخدرات. ورغم محاولات التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالمخدرات إلا أن الأخيرة رفضت التصريح لعدسة الرابعة لأسباب غير معروفة ويحظى ملف مكافحة المخدرات بأهمية بالغة حيث وضعت القوات الأمنية خطط ممنهجة تقوم بالأساس على توظيف الجهد الاستخباري في محاربتها من ذيقار نور صادق الرابعة وصفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الإقبال على البطاقات البيومترية بالممتاز أعلام المفوضية أكد إكمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد والعمل على توزيع ما تبقى من البطاقات البيومترية خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرة إلى التعاقد مع شركة فاحصة ومختصة في تأمين الوسط الناقل لحماية الأمن السبراني لإيصال رسائله مطمئنة المواطنين بأن جميع البيانات مؤمنة بمئة بالمئة بين زحمة الدعايات الانتخابية ووعود المرشحين المعسولة يسعى الناخب النجفي لاختيار الأكفى خلال الانتخابات المحلية مراسلنا في المحافظة تحسين الشيخ وثق لنا البرامج التثقيفية للأحزاب والجو الشعبي في هذا التقرير وسط ازدحامات الدعايات الانتخابيه وصور المرشحين التي انطلقت منذ اكثر من شهر في محافظه النجف الاشرف يسعى الناخب النجفي للبحث عن الاشخاص الكفؤين الذين سيمثلونه في مجلس المحافظه القادم بدا عقل الشعب العراقي او الشارع العراقي والشاب العراقي بصوره خاصه يتغير عن السابق اليوم الشاب العراقي بدا يعرف السياسه بدا يتدخل بها بدا يتعمق بهذه المواضيع هذه الانتخابات مختلفه كثيرا عن الانتخابات بالدورات ال... الاربعه السابقه، اليوم تشهد مدينه النجف وعي كبير جدا لدى الناخب النجفي، اليوم الناخب يبحث ويدقق في سيره المرشح لاختيار الامثل منه داخل المجلس. وفي خضم هذا التنافس يعتقد الناخبون في المحافظه انها وسائل باتت تقليديه لا تؤثر فيهم قدر حاجتهم لمعرفه ما سيقدمه المرشح. في برنامجه الانتخابي تيار الأمثل من يمثلون في مجلس المحافظة وهذا كل منطلق من رأي المرجعية الكريمة المباركة المجرب لا يجرب فالجميع متوقع أنه راح يكون هناك مفاجأة حقيقة من قبل النا... من قبل الناخبين ووصولهم الى مراكز الاقتراع. ويرى مراقبون ان المنافسه في هذه الانتخابات ستشهد في ايامها الاخيره بعد بروز قوى سياسيه ناشئه الى جانب القوى السياسيه الكبرى حيث تتنافس تلك الاحزاب على طرح برامجها عبر ندوات تثقيفيه ومناظرات لطرح برامجها السياسيه. الان ارى اقبال الناس على استلام البطاقة الناخب وهذا يدل على انه سيشارك وعليه ان يتمحص ويفحص دقيقا وان يختار بالطريقه الصحيحه لان النجف تستحق الاكثر احنا اليوم الناخب النجفي او العراقي بصوره عامه ثقافته الاجتماعيه وثقافته من جانب الانتخابات مو مثل 2018 مو مثل 2014، هسه قام يعرف قام يعرف المرشح شنو توجهه شنو الاهداف العامه شنو ويتنافس اكثر من 300 مرشح ومرشحه في محافظه النجف على 15 مقعدا في مجلس المحافظه الجديد الذي ستجري انتخاباته في الثامن عشر من الشهر الجاري ازدياد وعي الناخب النجفي وعبر التجارب الانتخابية السابقة دفع المرشحين لعرض برامجهم بدلا من وجوههم تحسين الشيخ الرابعة النجف الأشراف نفى خطيب صلاة جمعة مسجد الكوفة هادي الدنيا أن يعني يكون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه باستهداف المرشحين للانتخابات الدنيا خلال خطبة صلاة الجمعة قال إن الصدر حتى على مقاطعة الانتخابات فقط كما ولفت الى لعدم جواز استهداف المرشحين او اتلاف دعايتهم الانتخابيه. واحد يقول السيد القائد امر اتباعه ان يفتعلوا افعالا يعرقل الانتخابات. ضع التراب في فمك وفم ابائك لم يامر السيد القائد بهذا امرنا بالمقاطعه والمقاطعه موجوده في الدستور. والحث على المقاطعة قانون دستوري لكن في الوقت نفسه نقول لا يجوز تهديد المرشح ولا يجوز ضرب المرشح ولا يجوز منعه من عقد ندوته ولا يجوز إحراق الصور ولا يجوز تمزيق الصور هو هسه حكينا لنا والعلينا تنافس محموم وصراع مبكر هكذا هو حال المشهد السياسي مع قرب موعد النزال الانتخابي خلاف الخصوم والتجاذبات بين الأحزاب نتابعها مع فقار فاضل مبكرا بدأ الصراع يدب بين الأطراف السياسية المنشغلة حاليا بالتنافس الانتخابي والظفر بأعلى المقاعد في الحكومات المحلية وخاصه على كرسي المحافظين الذي سيفتح باب الخلاف بين الخصوم من جديد منصب المحافظ لن يكون على نسبه الاصوات انما بالتوافقات السياسيه لان تركيبه النتائج ستخضع الى المح... الى من يكون في هذه المحافظه يقابل الكتله الاخرى التي تدعم المحافظ الاول في هذه المحافظه على ان تدعم هي في تلك المحافظة ومع ذهاب المؤشرات حتى الآن إلى إجراء الانتخابات رغم ما يحصل حاليا من احتكاكات بين اللاعبين في الساحة السياسية غير أن توقعات المراقبين ترى أن نتائج الاقتراع يمكن أن تنذر بأزمات أخرى في حال جرى التلاعب بخريطة الحكم المحلي وخاصة بمناصب المحافظين سنواجه مشكلة أنه كيف سيتم التداول للسلم للسلطة هناك احزاب مقاطعه وتحديدا التيار الصدري التيار الصدري لديه قاعده مهمه هناك محافظ في مدينه ميسان يتبع التيار الصدري لذلك انا اعتقد على الدوله وعلى الحكومه وعلى الاجهزه الامنيه والقضاء التهيؤ لهذه القضيه وهذه المشكله انه كيف نقنع المحافظين بتسليم ما بذمتهم وقد تسبب ازمه اختيار المحافظين الجدد بعد اجراء الانتخابات المحليه المرتقبه شرخا كبيرا في استقرار العمليه السياسيه لا سيما بين الاطراف المتخاصمه على النفوذ والسلطه من العاصمه بغداد فقار فاضل الرابعه للحديث اكثر في هذا الموضوع ينضم الي المتحدث باسم حركه امتداد السيد مصعد الراجحي مرحبا بكم سيد راجحي دعنا نبدا برؤيه القوى الناشئه لما يجري الان من استعدادات لانتخابات مجالس المحافظه وهل فعلا وفق القانون الجديد ستتسيد الاحزاب القديمه ذاتها والكتل الكبيره المشهد السياسي مره اخرى ما هي رؤيتكم انتم كقوه ناشئه تحيه واحترام لحضرتك وللمشاهدين الكرام التحيه والتقدير بصراحه جرت قانون رقم 4 لعام 2023 اللي هو احنا نسميه قانون سانتيغو سيء الصيد وستجري انتخابات او انجرت انتخابات مجالس المحافظات وفق هذا القانون. هذا القانون هو مرفوض من قبل النداءات المرجعيه وايضا من قبل المحتجين، فضلا عن ذلك هو مرفوض ايضا ولا يمثل الارتياح للشارع العراقي اغلب الشارع العراقي. وايضا هو عوده الى الوراء بقانون قانون انتخابات وصفه من قبل المرجعيه ومن قبل المحتجين ومن قبل العراقيين بانه غير منصف وغير عادل ولكن هناك من ود تجربه حظه في مشروع مجالس المحافظات التي نرى بانها يجب ان يكون لديها برنامج يجب ان يكون لديها قانون واضح نفسها المجالس المحافظات ورؤيه وكيفيه العمل داخلها هذا كله غير واضح بصراحه وهناك عدم ادراك لاهميه وفاعليه مجالس المحافظات كتجربه ناجحه في الدول المتقدمه ولكن للاسف هي كانت تجربه لم تاتي بنتائج ايجابيه ولا كانت تجاربها سيئه يعني لكن عدم وجودها ايضا من 2015 ولحد الان وانت تعرف تداعيات تشرين وما احدثت في هذا الموضوع تحديدا هل عدم وجودها هو شيء ناجح مثلا اذا قمنا بتقنينها يكون افضل، على سبيل المثال يكون هناك انتخابات فقط للمحافظ ولا داعي لوجود اعضاء مجلس محافظه ويرتبط المحافظ بشكل مباشر بثلاث حلقات منها حلقه رئيس الوزراء ووزاره التخطيط وحلقه ثالثه اللي هي وزاره الماليه، ولا داعي لهذا الاعداد من اعضاء مجالس المحافظات ومن ثم دخول عمليه الابتزاز والتنافس غير المنطقي والذي لا يؤدي بتقديم الخدمه للمحافظات. فالبديل ممكن ان يكون بهذا المستوى هو ان يكون هناك تعديل لقانون الانتخابات وان يكون المحافظ فقط يتم التنافس على انتخاب محافظ فقط ولا داعي لوجود اعضاء مجلس محافظه، فضلا عن ذلك يجب ان يكون هناك منهاج واضح لاستراتيجيه مجالس المحافظات، ما هي الرؤى اللي ممكن تقدمها من حيث انشاء او تمتين او تخطيط المدن الزراعيه، المدن الصناعيه، المدن السكنيه لا تزال لغايه الان وفق بعد مرور اكثر من عشرين عام هناك الكثير من الخارطه الفوضويه بالنسبه للسكن والزحف على المناطق الزراعيه وتغييب المشاريع الصناعيه، كل هذا يتعلق باستراتيجيه ممكن ان تضاف من قبل مجالس المحافظات الى العمل التنفيذي، ولكن لا نزال نرى بان هناك تقصير كبير في هذا المجال. طيب الان وقد وصلت مراحل الاستعدادات للانتخابات الى مراحل متقدمه جدا ولم يبقى الا ايام لهذه الانتخابات ماذا تتوقعون هل ستسير بشكل صحيح بشفافيه هل تعتقدون بان هناك معرقلات ما يعني تحد من اجراء هذه العمليه واذا استمرت الى الاخر نتائجها كيف ستكون يعني اقرا لك قراءه سياسيه في انتخابات عام 2021 كانت نسبه المشاركه 20% كان بوجود الفاعل في الاقليم الكردي، احزاب الكرد اللي هي البارتي واليكتي واخواتها. وايضا لم يكن هناك دعوه لمقاطعه الانتخابات مثل الدعوه التي اتسعت مضامينها الان. وكان موجود بها ايضا التيار الصدري وامتداد وباقي الحركات الناشئه. الان الفاعل بالنسبه لاحزاب الاقليم غير موجوده باعتبارها غير مشموله بانتخابات مجالس المحافظات. م. وايضا غياب حركه امتداد امتعاض الجماهير من مجالس المحافظات وعدم الارتياح لها بعد تجربتها لاكثر من انتخابات وبعد ان تجاوزت حتى المدد في مجالس المحافظات فضلا عن ذلك هناك انسحاب للتيار الصدري ومقاطعه الانتخابات فكيف ستقرا هذه المعادله من العشرين اذا تحسب 5% مثلا الكرد او 6 تحسب امتداد والتيار الصدري ايضا 5 تحسب عدم ارتياح الشارع العراقي لمجالس المحافظات ستصبح النتيجه بالتالي سياسيا وفق قناعتنا بانها لا تتجاوز هذا سياسيا 7 لكن قانونيا مهما كانت النتائج هي ستكون مقبوله انتخابيا وليس هناك اشكال حتى وان كان المنسحبين او المقاطعين كثر ولكن قانونيا هي ستمضي اذا تمت الامور على بشكل صحيح هذا اللي نقوله بانه العمل السياسي في العراق مشوه وهو لا يمثل حالة الارتياح بين الجماهير وبين الطبقة السياسية بمعنى حالة عدم الرضا بين الجماهير وبين الرؤية السياسية للأحزاب التقليدية المتنفذة هي في عملية بون شاسع من تحقيق ما يطمح إليه الشارع العراقي فبالتالي نعم تذهب الأحزاب التقليدية إلى الذهاب بأنه جرت الانتخابات بنسبة 1% 2 3 4 لا يهم باعتبار لا يوجد هناك نص قانوني او تعليمات او دستور بان هناك نسبه المشاركه تعتبر مقبوله او مرفوضه وهذا بصريح العباره يؤسس الى مزيد من الشرخ بان لا تكون هناك انسجام بين المظله السياسيه وبين المظله الجماهيريه التي دائما ما تطمح الى بلد قوي يتحقق فيه الفاعل الديمقراطي يتحقق فيه نشاط الصوت بشكل مباشر عدم تغليب المصلحه السياسيه على المصلحه الوطنيه وامور كثيره ان شاء الله المتحدث يعرفه. باسم حركة امتداد سيد مسعد الراجحي شكرا جزيلا أكد الإطار التنسيقي أن كلمة الفصل في اختيار رئيس البرلمان الجديد ستكون لنواب البيت التشريعي بعد أن يعمل المكون السني بمختلف أحزابه على تقديم مجموعة من مرشحين نواب من داخل الاطار اشاروا الى ان الاحزاب والقوى السنيه قد تعمل على تقديم اكثر من اسم للترشح لرئاسه مجلس النواب خلفا لمحمد الحلبوسي، مبينا ان هنالك شخصيات من الاسماء التي رشحت تتمتع بمقبوليه نيابيه. كشف مستشار البرلمان السياسي عباس العامري عن وصول اسماء مرشحي تولي رئاسه مجلس النواب. العامري اشار الى ان الاسماء التي وصلت وضمت مرشحين عن تحالف القياده وعزم وحسم مضيفا ان اهم تلك الاسماء محمود المشداني وسالم العيساوي وشعلان الكريم. لا تخلو اي جلسه اجتماعيه الا وتكون السياسه المحور الابرز فيها حتى وصل الامر الى الفنانين، التفاصيل والاسباب نتابعها مع مصطفى علوش. يقدر يشيل إنها صبيحة يوم بغدادي يجتمع الناس للترفيه ونزع صخب الضغوط النفسية في عطلة نهاية الأسبوع بل... العمان أبو عمار وأبو أشرف ومع ما تبادلاه من أطراف للحديث جرتهم السياسة مرغمين للدخول في مستجداتها وهو ذات الحال بالنسبة للجميع، اذ لا تكاد ان تخلو اي جلسة او تجمع بشري من سيطرة السياسة على ميادينها. هي هي تحصيل حاصل، تحصيل حاصل لان الشعب العراقي خاض تجربة عشرين سنة. هاي التجربة حقيقة هي مريرة في وضعها، وانا العفو مو يعني من النقاد السياسيين، انا رجل ناقد ادبي وشاعر شاعر عراقي. لكن انه لازم انه احنا بالامور الحياتيه اكو مساس مهم بالسياسه لان السياسه هي اللي تحرك الشعوب نحن في مكان المثقفين الادباء فنانين شعراء تنجر الاحاديث احيانا نحو السياسه ان شيء نعم ابينا لانه حياتنا مرتبطه بالسياسه حديثنا يتوغل ليجر اليه حتى من يعتقد انه بعيد عنه فهنا الفنانان بشير ومكي يتباحثان المدلولات السياسيه في تكوين احدى اللوحات بل ويذهبان الى ابعد من ذلك بوجود الكثير من الاعمال الفنيه التي وظفت السياسه لتمرير رسائلها وقد يكون العكس في بعض الاحيان صحيحا ايضا هو طبعا اكيد الفنان هو جزء من عالم هذا العالم يعني منظومه وجوديه ف والفعل السياسي ايضا فعل مؤثر للانسان يعني انت حتى هذا العمل اللي تلاحظه اللي هي بها مفردات بها مفردات ذات طابع سياسي اللي هي تستخدم بالاسلحه يعني دبابه او طائره مثل طائره مسيره او صاروخ او هذه كلها هي حقيقه يعني علامات يستطيع الفنان ان يسخرها ليطرحها فكره معينه طرح فكره معينه السياسه هي ضغط ثقافي على على البنيه المجتمعيه تكون معلنه بطريقه متواليه من من, من الانسان البسيط للانسان العليم وهذه لها تبعات قانونية تدلي بمضمر بمضمر يعلن عنه عن طريق الثقافات المتداولة للإنسان حديثنا يعلل كنتيجة طبيعية لتراكم الأزمات التي شهدها العراقيون سواء المنظور القريب وحتى البعيد وما يأخذه عدم الاستقرار من تأثير في الحياة بمختلف مستوياتها بمختلف الظروف الزمانية والمكانية يبقى الحديث السياسي الشغل الشاغل لجميع المواطنين لما له من ارتباطات وثيقة بالحياة اليومية مصطفى الوش الرابعة بغداد ما زلنا في السياسة ونتحدث هذه المرة في خيارات المكون السني لاختيار بديل للحلبوسي ينضم إليه السيد جاسم الغرابي المحلل السياسي مرحبا بكم سيد غرابي اذا خلاصه ما توصل اليه المكون السني من خلال احزابه الثلاثه حزم وحسم وتقدم وعزم بترشيح ثلاثه اسماء هم المشهداني والكريم برايك ايهما الاكثر مقبوليه لدى تحالف اداره الدوله او الاطار تحديدا؟ تحيه طيبه لكم مشاهديكم الكرام الحقيقه يعني تعلم ان السياسه اليوم لها محاور داخليه واقليميه. اليوم التاثير الاقليمي بهذه الاسماء ليس ببعيد عن المحاور السياسيه في العراق، اليوم الفواعل السياسيه العراقيه كلها لديها جذور في دول الجوار الجغرافي ومع الاسف فانا اعتقد ان هناك ضغوطات سياسيه خارجيه وخاصه من تركيا ودول الخليج على تحديد اسم المرشح ولكن الكتله الاكبر في البرلمان العراقي اللي هي الاطار التنسيقي تريد وتتمنى ان يكون السيد محمود المشداني ولكن العمليه السياسيه برمتها جاءت يعني توافقيه محاصصه ولكن حسب عدد نواب الكتله التي تفوز فاعتقد ان كتله التقدم وكتله السيد الحلبوسي هي الاوفر حظا بتحديد من يكون رئيس مجلس النواب القادم اذا ما علمنا ان السيد الحلبوسي رغم استبعاده من البرلمان والضربه السياسيه التي جاءت الى حزب تقدم والطيف السن الكريم اعتقد انه فاعل من فواعل السياسه العربيه والعراقيه ولا تنسى انه رئيس البرلمانات العربيه لحد الان يعني البرلمانات العربيه لا يمكن ان تطيح به كما اطيح به في بغداد فأعتقد أنه لديه أكثر من 43 مقعدا وهذا يؤثر في المشهد السياسي العراقي فسوف يكون هناك إصرار على أن يكون مرشح من قبل قائمته التي هو خرج منها وهي تقدم فأعتقد إضافة لهذه الأسماء التي جيدا أنه كان هناك تقاطع كبير ما بين الأحزاب السنية الثلاثة حول أن لا يكون المرشح من تقدم على أنه اخذ فرصته وتجربته وتعرف ايضا بان الطرف الاخر ليس لديه مقبوليه كثيره اقصد الاطار وتحالف اداره الدوله بان يكون من الممكن المرشح من تقدم، لكن لماذا اشرت ان المشهداني هو المفضل لدى الاطار؟ تعرف ايضا الاطار وتحالف الدوله فيه اكثر من طرف قد لا يتفقون على المشهداني ولماذا لا يكون الاسماء الاخرى مثلا؟ يعني في خضم الصراعات السياسيه التي دارت بعد انتخابات 21 علمت يا عزيزي ما جرى لعزم السنية عندما تقاطعت مع السيادة وتقدم وكيف كانت هي ضمن ائتلاف إدارة الدولة وضمن الإطار التنسيق وهي باقية لحد الآن فيعتبر اليوم السيد المشداني وهو سياسي مقبول شعبيا وسياسيا ورجل مخضرم في السياسة العراقية لا غبار عليه ولكنه الفواعل السياسية الشيعية كلها يعني عملت معه وتعرف مجساته وتعرف وطنيته فأنا أعتقد أن أجزم على شيء أن الضغط الإقليمي هنا الضغط الإقليمي أنه استبعاد السيد الحلبوسي يجب أن يكون المرشح من قبل قائمة وأعتقد إضافة الأسماء التي عرضتها إذا لم يحصل عليها التوافق فأعتقد أنه سيكون السيد عبد الكريم عبطان حاضر في هذا المشهد هل الخشب إذا كان المرشح من تقدم أن يكون الحلبوسي بالضرورة هو رئيس البرلمان ولكن بالظل كما يقال وهذا ما يزعج الشركاء الآخرين وخصوصا الإطار هذه كذوبة يعني يقولوها بعض خصومه اليوم اذا كان مرشح السيد الحلبوسي يعمل كما عمل الحلبوسي او الحلبوسي يدير اعماله يستطيعون الاطاحه به في اسرع وقت يعني اللعبه الديمقراطيه واضحه في البرلمان فاعتقد ان الاطار التنسيق لديه اكثر من 180 وعزم والاخوه الكرد فانا اعتقد السيد الحلبوسي هناك ضغوطات حتى من الجانب الكردي على ان يتولى بديل من تقدم وليس من باقي الكتل السياسية هل الأطراف السياسية اليوم ترغب بأن يكون اختيار رئيس البرلمان إلى ما بعد مرحلة الانتخابات حتى لا يستخدم من يرشح لهذا المنصب على استغلال نفوذه واستخدامه ولو لم يبقى كثير من الوقت ولكن مجرد إعلان الاسم هو قد يعطي دفعة انتخابية لأي مرشح لأي حزب كان من هذه الثلاثة لذلك يرغبون بتأخيره إلى ما بعد الانتخابات يعني هناك مشكلتان يعني مرت في في الوضع السياسي العراقي يعني كيف قرات بالنسبه للفواعل السياسيه انا لا اعلم اليوم البرلمان في عطله تشريعيه لا يحق له الاجتماع خاصه هذه الفتره بعد عشرة ايام او اقل او اكثر للانتخابات مجالس المحافظات الا وفق الماده 58 من النظام الداخلي جلسه استثنائيه لممكن ان يصوت على رئيس مجلس نواب وهذا لا يمكن ان يتحقق في الوقت الحاضر ولكن عندما مرر البرلمان التمديد لمفوضيه الانتخابات هذا خرق قانوني بالنسبه للنظام الداخلي لانه لا يمكن لمجلس النواب ان ينعقد بعد استقاله رئيس مجلس النواب او مرضه او وفاته الا الجلسه التي تلي استقالته او وفاته او استقالته بالتصويت على رئيس مجلس النواب فالأخوة النائب الأول هو الذي أدار وهذا خرق في مجلس النواب وأعتقد سيكون هناك طعن في هذا الموضوع عند الخاسرين في مجلس النواب في مجلس المحافظات وهذه هي المشكلة فأنا أعتقد هي هي مرحلة إلى بعد انتخابات مجالس المحافظات طيب المحافظة. بسؤال أخير وأرجو أن تكون الإجابة باختصار حضور تقدم الآن الرجل ما زال يدير مؤتمرات انتخابية ولديه جمهور واسع وتأثير في المحافظات الغربيه او في الانبار تحديدا، هل سيكون له ثقل كما كان له في مجالس المحافظات؟ لانه كان النزاع والصراع ما بين المكون السني حول استحواذه على الكثير من مقدرات هذه المحافظه، هل ما زالت حظوظه موجوده؟ انا لا قريب من تقدم ولا ولا قريب من الطيف الذي هو فيه، م. ولكن انا ارى ان الطيف السني الكريم يرى بالحلبوس اليوم مظلوم. فالظلم زاد من شعبيته امام الفواعل السياسيه اذا ما علمنا ان السياسه اليوم تدار بالطوائف والضغط وهذا ما يفعله السياسيون من هنا وهناك، اليوم بعض القاده السياسيون الشيعه كلهم يحثون قواعدهم على انه اذا لم تخرجوا سوف يفوز الطيف الثاني وسوف تنتهي محافظاتنا ورجعنا الى المربع الاول وهذا الذي لا نتمنى انا اعتقد ان زادت مقبوليه السيد الحلبوسي من خلال اقالته من مجلس النواب وراينا امس في صلاح الدين وفي تكريت هناك مقبوليه كبيره للسيد الحلبوسي واعتقد اذا كانت الانتخابات نظيفه ولا تشوبها شوائب سيكون له موقف في كل المحافظات. اشكرك جدا المحلل السياسي جاسم الغرابي شكرا جزيلا. أكدت لجنة النزاهة النيابية وجود تطور كبير في أداء وعمل هيئة النزاهة الاتحادية في كشف ملفات الفساد والإطاحة بالفاسدين، وقال عضو اللجنة غريب عسكر أن عمل وأداء الهيئة شهد تطورا كبيرا في الأونة الأخيرة وكشف ملفات فساد كبيرة وخطيرة أيضا، إضافة إلى الإطاحة بعدد كبير من الفاسدين في العراق وحتى الهاربين خارج البلاد. تتعالى المطالبات بملاحقة المتورطين في سرقة المال العام وتحجيم الفساد بمؤسسات الدولة حجم الأموال المهربة والمساعي الحكومية في هذا الصدد نتابعها مع زينب ستار رغم الخطوات المتسارعة التي انتهجتها هيئة النزاهة على مضمار مكافحة الفساد إلا أن الطريق أمام استئصاله لا يزال طويلا كونه تركة حكومات تعاقبت على إدارة البلاد طوال عشرين عاماً لذا تستمر المطالبات الشعبيه بملاحقه المطلوبين الذين تجاوزوا على المال العام وساهموا بتبديد الثروات. التأثير الكبير على التجربه السياسيه في العراق هو الفساد. فإذا لم يتصدى له البرلمان بالشكل الذي يضمن منع الفاسدين من ان يعني يستثمروا فسادهم للقضاء على الدوله والقضاء على الاقتصاد وللقضاء على امكانات العراق. فعلى البرلمان ان يكون جادا بشكل بحيث سيطبق ويشرع كل القوانين ومع ما مضت فيه الحكومات من اتفاقيات دوليه لاسترداد المطلوبين بسرقه المال العام، تطالب الاوساط السياسيه بتكثيف اكبر لهذا الحراك كون حجم الاموال التي هربت خارج البلاد تشكل ارقاما صعبه في البنوك العالميه هناك طبعا جهات كثيره سرقت اموال البلاد وهربت خارج العراق ولم يسترد دينار واحد منها المفروض على السيد رئيس الوزراء وعلى الجهات الرقابية والقضائية أن تفعل اتفاقيات مع, الدول مع هذه الدول لجلب هذه الأموال والمتهمين ومحاكمتهم وضمن المستجدات في حراك هيئة النزاهة هو توسيع حملاتها لمتابعة الكسب غير المشروع ليشمل رؤساء ومسؤولي الأحزاب والكيانات السياسية وكل من يلاحظ عليه تضخما في الاموال وتستمر الجهات المعنيه عبر التعاون مع الشرطه الدوليه باستعاده المطلوبين بتهم الفساد وسرقه المال العام من الخارج وارجاع المليارات التي سرقت من اموال الشعب زينب ستار قناه الرابعه بغداد يصوت مجلس الامن في وقت لاحق من اليوم بمبادره من الامين العام للامم المتحده على مشروع قرار يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزه لدواعي انسانيه. ووجه انطونيو غوتريش رساله الى رئيس مجلس الامن يفعل فيها الماده 99 من ميثاق المنظمه الدوليه وتتيح الماده للامين العام للامم المتحده تنبيه المجلس حول اي مساله يرى انها قد تهدد السلم والأمن الدوليين كما يحط بها كذلك المجلس على الحراك لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة لها أثار على الأراضي الفلسطينية بأكملها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 63 يوما إلى 17 ألفا وقالت الصحة في بيان أن تعداد الجرحى تجاوز بدوره الستة وأربعين ألف جريح بينهم الآلاف من الحالات التي أصبحت عاهات مستديمة شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبية قطاع غزة مراسل الرابعة قال ان غارة للاحتلال دمرت المسجد العمري الكبير والذي يعد من اكبر واعرق مساجد غزة وثالث اكبر مسجد في فلسطين المحتلة، مشيرا الى ان العدوان المستمر منذ 63 يوما ادى الى خروج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة، وتدمير نحو 270 مسجدا بشكل كلي او جزئي. اعترف جيش الاحتلال بقصف احدى مروحياته لمبنى كانت تتحصن فيه قوات اسرائيليه ما اسفر عن مقتل جندي واصابه اخرين بجروح الجيش قال ان الحادثه وقعت عندما طلبت قوات بريه اسنادا جويا من طياري مروحيه اباتشي ضد مقاومين فلسطينيين كانوا قريبين منهم مشيره الى ان الطيارين استجابوا للطلب لكن وبسبب تفعيل نيران خاطئه من الارض هاجموا المبنى الذي كان فيه الجنود الإسرائيليون أعلنت كتاب عز الدين القسام قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية للمرة الثانية خلال ساعتين ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين وقال مراسل الرابع أن انفجارات دوت بمنطقة تل أبيب الكبرى دون انذار ناجمه عن سقوط صاروخين في البحر دون اعتراض من القبه الحديديه، فيما توجه فيما توجه الاسعاف الاسرائيلي الى مواقع في المنطقه بعد الابلاغ عن سقوط صاروخ هناك ووقوع اصابات واضرار ماديه. احبطت فصائل المقاومه الفلسطينيه محاوله لجيش الاحتلال التوغل عبر محور جباليا موقعه خسائر فادحه بصفوفه. الفصائل اكدت ان مجاهديها افشلوا، سعي القوات الاسرائيليه لاقتحام عمق مخيم جباليا ودمروا عددا كبيرا من الاليات والعربات المدرعه عند تخوم المنطقه، كما واشارت الى استهداف تجمعات للاحتلال داخل مدرسه ابن عثيمين وشرق تل الزعتر وشمال مدينه خان يونس. والحديث في تطورات الأوضاع الميدانية في غزة ينضم إلينا من هناك مراسل الرابع محمد البلبيسي محمد ما بين دعوات لوقف إطلاق النار التي أطلقها بعض المندوبين في مجلس الأمن الدولي لبعض الدول ما زالت إسرائيل على الأرض تشن أو تشن غارات شديدة ما هو الوضع الآن لديك وفق الصورة الموجودة الآن دبلوماسيا وعلى الأرض ميدانيا؟ نعم فالح نتحدث عن استمرار للقصف الاسرائيلي في مناطق مختلفه من قطاع غزه ابرز هذه الغارات كانت في الساعه الاخيره في مخيم النصيرات هنا كان استهداف منزل يعود عائلة عويضة هناك أكثر من أربعين شهيد تحت الركام لم تتمكن الطواقم الطبية أو الدفاع المدني من الوصول إلى المكان أيضا نتحدث عن استهدافات متواصلة في مناطق مختلفة من مدينة غزة أيضا كان هناك سبعة عشر شهيدا باستهداف شاليه يعود لعائلة غرب منطقة الزوايدة وأيضا استهداف في مدينة دير البلح استهدافات أخرى كانت في منطقة حي الدرج أيضا في حي الزيتون حي الشجاعية مركز مدينة غزة بعد أن قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف يعني نقاط مختلفة وبنازل للمواطنين وأيضا هناك يعني مناشدات من المواطنين الفلسطينيين بوجود أعداد كبيرة من الشهداء وأيضا قالوا لنا بان الطواقم الطبيه وطواقم الدفاع المدني لم تصل الى مناطق مدينه غزه بفعل اشتداد الغارات وايضا نقص الوقود اللازم لتشغيل الخد... السيارات اللازمه للخدمه وايضا انقاذ الجرحى، اذا كنت تسمعني الفالح ايضا نتحدث عن جرائم اسرائيليه متواصله في حي في جباليا في منطقه الهوجه في الشيخ رضوان في شمال غزه وأيضا هذه الأماكن مغيبة عن الإعلام مغيبة عن التغطية الإعلامية ولا يوجد أيضا طواقم للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر والصليب. وأيضا المنظمات الدولية لرصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة أيضا في خان يونس قبل يعني الحديث على الامور الدبلوماسيه هناك اشتداد الغارات الاسرائيليه، هناك قصف مدفعي متواصل، هناك استهدافات في مناطق مختلفه، المدفعيه الاسرائيليه لم تتوقف منذ ساعات طويله بقصف مناطق مختلفه من في البريج، في انصراط، في المغازي ايضا في شرق كان يونس منطقة القرارة التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وبين المقاومة الفلسطينية التي قالت قبل قليل بأن على إثر الغارات الإسرائيلية هناك عدد من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا يتواجدوا في غزة فقدوا حياتهم وكان هذا بيان مقتضب للقسام واعتبروا أن القصف الهمجي لا يفرق بين المواطنين الفلسطينيين أو بين الأسرة التابعين لجيش الاحتلال في غزة الجيش يحاول أن يقتل كل مكان يتواجد به الأسرة في محا وحاول ايضا لتقليص عددهم وما نعرف ما الرساله التي يريد ارسال الجيش الاسرائيلي باستهداف الاماكن التي يتواجد بها المدنيين الفلسطينيين ونتحدث ايضا عن تحليق كمكثف لطائرات الهليكوبتر في مناطق مختلفه من قطاع غزه وهذا ينذر بخطر شديد على مناطق واماكن سكن المدنيين الفلسطينيين في ظل استهداف الجيش الاسرائيلي للمناطق وايضا المنازل المدنيه ما نرصده خلال جولاتنا هو استهداف للمدنيين وليس استهداف لمواقع طيب محمد على ذكر استهداف المدنيين يعني اسرائيل تجبر النازحين على التوجه الى جنوب القطاع ومن ثم تلاحق هؤلاء النازحين وتقوم بقصفهم ما هو هدفها؟ هل تريد ابعادهم الى اقصى نقطه ممكنه في الجنوب او حتى اخراجهم من الجنوب بشكل كلي ام هناك هدف اخر؟ اهداف الجيش الاسرائيلي هو يعني يحاول وأيضا هناك أهداف غير واقعية هو يحاول تدمير قدرة حماس أو الاستيلاء أو تحرير أسرار داخل قطاع غزة ولكن لم يحقق أي هدف هو هجر سكان شمال غزة والمدينة إلى الجنوب الآن الجنوب هجروا من خان يونس ودير البلح إلى مناطق رفح وهم في مدينة رفح يتم استهدافهم هناك مجازر مختلفة في مدينة نعم محمد أماكن اللجوء وماكن الأنوره لا تستطيع استقبال الناس، نتحدث مدينة رفح لوحدها هناك أكثر من 800 ألف نازح نزحوا من خان يونس وهم أيضا كانوا نازحين، هناك سكان كانوا من مدينة غزة ومن شمالها كانوا في خان يونس نزحوا هما وأهل خان يونس إلى رفح، لذلك الوضع في مدينة رفح كارثي جدا لا يوجد طعام، لا يوجد مياه، لا يوجد أماكن لإيواء الناس لأن المنطقة صغيرة والأعداد كبيرة جدا، أيضا النقاط التي يزدحم بها الناس هي منطقة المصيرات التي نتواجد بها ومناطق قليله في دير البلح وايضا في رفح فقط الجيش الاسرائيلي حصر الناس في النصيره في الوسط وفي منطقه جنوب قطاع غزه في رفح ويحاول افراغ مدينه خان يونس للوصول الى مستشفى ناصر على ما يبدو او الى الوصول الى اكثر عمقا في المدينه لذلك يستخدم سياسه الأحزمة الناريه واستهداف المدنيين ليخيف من يتواجد ومن تبقى في خان يونس النزوح الى مدينه رفح ولكن هذا الوضع كارثي جدا وايضا هو هناك انقطاع لتكون لدخول موارد الـ 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 الانسانيه والمستلزمات الطبيه وايضا اخرج المستشفيات عن الخدمه نتحدث مستشفى شهداء الاقصى هي من تعمل مستشفى ناصر ومستشفى الاوروبي هذه المستشفيات ليس لديها امكانيات للتعامل مع حجم الخسائر والاصابات ولكن فالح رغم كل التطورات على الارض وايضا الاستهدافات المتواصله والقصف الاسرائيلي والاشتباكات بين عناصر المقاومه واستهداف الاليات هناك جهود دبلوماسيه خفيفه جدا لا يمكن ذكرها ولكن الابرز هو قرار كوتريتش الذي نبه في بعد ان فعل الماده 99 التي تنذر ب يعني وضع انسان صعب في غزه ولكن هناك اسرائيل لا تهتم لمثل هذه السياسات ولكن مجلس الامن يعني كما استطلعنا اراء واخر الاخبار من الآن هناك محاولة للتحرك لوقف إطلاق النار ولكن بطبيعة الحال نحن ثلاثة أو أربعة وستون يوما من الحرب ولم نشهد أي تحرك دبلوماسي جاد على غزة فقط التحرك القطري والمصري الذي أفضى إلى تهدئة إنسانية سبعة أيام وما شاهدناه بعد هذه التهدئة هو أسوأ بكثير من قبل هذه التهدئة في ظل القصف وأهمجية القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق مختلفة من القطاع وأيضا انقطاع للموارد الإنسانية وضمان شاسع ومخاوف من انتشار الأمراض بسبب تفاقم القمامة وأيضا انفجار خطوط المياه العادمة المجاري هنا في غزة وهذا أعددنا له جولة ستعرض لاحقا إن شاء الله على قناة الرابعة تخوف من انتشار الأوبئة والأمراض في قطاع غزة التي وصلت إلى خيام النازحين يعني مشهد كارثي أن القمامة تتراكم على أبواب خيام النازحين وايضا في مخيمات اللجوء في قطاع غزه المياه العادمه بين الخيام بين المنازل بين مراكز الدواء ولا احد يستطيع العمل البلديات الدفاع المدني لا تستطيع تقديم خدماتها لهؤلاء الناس في ظل الوضع الكارثي وايضا في ظل ضعف الامكانيات والتنقل وايضا قطاع طير الكهرباء المتواصل وضعف شبكه الانترنت كما تلاحظ في هذا الاتصال هناك الانترنت ضعيف جدا بالكاد نستطيع ان نخرج برساله وايضا تقطع للانترنت في المركز الذي كنا نعمل به وهو مست في شهداء الاقصى في ظل التخوف لان الجيش الاسرائيلي يتقدم بشكل يعني بطيء حول هذه المستشفى لذلك اضطريت لاخلائها في هذا الوقت لان الوضع صعب جدا نعم والاستهدافات متواصله وما كنا نهتم هو خير ما يسعى اليه من خلال التصعيد تزامنا مع التحركات الدبلوماسيه للمطالبه بايقاف الحرب على غزه شكرا جزيلا لك محمد مراسل الرابع من قطاع غزه شكرا جزيلا مشاهدينا ختام ساعتنا الاولى من تفاصيل الرابعه نذكر بالعناوين على وقع استهداف السفاره الامم المتحده تحذر من تهديد استقرار العراق والسودان يصف القصف بالعمل الارهابي شبح الاغتيالات يعود الى البصره مسلحون يقتحمون يفتحون النار على عجله ويقتلون صاحبها والعثور على جثه مجهوله في الزبير. لا يجوز تهديد المرشح ولا يجوز ضرب المرشح ولا يجوز منعه من عقد ندوته ولا يجوز احراق الصور. خطيب جمعه الكوفه ينفي دعوه الصدر لتمزيق صور المرشحين والتنافس السياسي تحول الى صراع ضمن النزال الانتخابي الاحتلال يقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي وتحذير أممي من انهيار النظام الصحي بالقطاع أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من تفاصيل الرابعة لم تؤت الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة العراقية محمد الشاع السوداني مع القوى السياسية وممثلي الفصائل المسلحة ثمارها بشأن محاولات إنهاء التصعيد أو التهدئة ومنع الهجمات ضد الأمريكيين الذين يستقرون في القواعد العسكرية العراقية في شمال وغرب البلاد وفي مقر سفارتهم في المنطقة الخضراء فهل ستزداد الهوة ما بين مكونات الإطار التنسيقي الذي يعد الجزء الأكبر والأهم في ائتلاف إدارة الدولة، ولماذا لم تثمر اجتماعات السودان المتكررة مع ممثلي الفصائل والأحزاب في تحالف الإطار منذ كسر الهدنة مع الأمريكيين على خلفية عمليات طوفان الأقصى في غزة، ولماذا لم يحصل على نتائج لطلباته العديدة بشأن وقف التصعيد ضد القوات الأمريكية؟ بالمقابل لماذا لم تحترم الجهات الأخرى تعهداتها أم أن هناك بعض الفصائل لم تشارك بالاستهدافات وأخرى ترفض الحديث أصلا ولا تمتثل لمطلب الحكومة هذه الأسئلة وأسئلة أخرى ستكون مطروحة للنقاش مع ضيوفي في تفاصيل الرابعة لهذه الليلة سيكون معي اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وأكامل الكناني الباحث والمحلل السياسي ومن واشنطن سيكون معنا عبر سكايب البروفيسور جابريال سوما ومن عمان سيكون معنا الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه ارحب بجميع ضيوفي ونبدا الحوار لكن بعد الفاصل اهلا بكم من جديد وارحب بضيوفي مره اخرى وابدا من عندكم لواء يحيى اليوم كان خطاب السيد السوداني يعني لاول مره بهذه الصوره المباشره ويصف ما تقوم به بعض الفصائل المسلحه بعمل ارهابي هل وصلنا الى نهايه المطاف في الحديث واللقاءات المباشره ما بين اطراف هذه الفصائل مع الحكومه ولا يوجد حديث الا بهذا المستوى بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام مشاهدي قناتكم اكيد اليوم كان البيان اللي صدر وبتوجيه من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحه كان بيان واضح وصريح منه هذه الاعمال وهذا القصب باتجاه السفاره الامريكيه والبعثات الدبلوماسيه لا يمكن تبريره وهو يقف ضد مصلحه الشعب العراقي ايضا وجه السيد القائد العام للقوات المسلحه بمتابعه مرتكبي هذه الاعتداءات وتم وصفهم بالخارجين على القانون اكيد الاجهزه الامنيه بتوجيه من قبل السيد القائد العام قوات مسلحه والاجهزه الاستخباراتيه ستعمل على ملاحقه من يقوم بهذه العمليات باتجاه البعثات الدبلوماسيه لا يمكن تبرير القيام بمثل هكذا اعمال باتجاه البعثات الدبلوماسيه من واجبنا وهذا ما تعمل عليه الحكومه هو حمايه البعثات الدبلوماسيه والسفارات وايضا انا اعتقد اليوم الدبلوماسيه والسياسه ممكن ان تكون حلول ناجحه اكثر من الاستهداف بهذه القذائف. ثانيا القذائف اللي تم استهداف فجر هذا اليوم باتجاه السفاره الامريكيه لم تقع داخل السفاره الامريكيه. يعني قد يكون هو مقصودا لا تقع داخلها يعني هو ممكن هذا ما اعرف لكن الامريكية. لكن إنما بعدها سيكون مثل عندما تقع في جهاز الامن الوطني اكثر من ثمان قذائف تقع تقع داخل جهاز الامن الوطني ويكون هناك اضرار ماديه، هسه الحمد لله لم تكن اضرار بشريه، ايضا السفاره الامريكيه داخل المنطقه الخضراء وهناك دوائر حكوميه وهناك مواطنين وهذا ياتي ضمن الترويع باتجاه المواطنين، وفي كل الاحوال هذه الاعمال لا يمكن تبريرها نهائيا وتوجيه السيد القائد عن القوات المسلحه كان واضح وصريح بملاحقه مرتكبي هذه الاعمال ويجب القاء القبض عليهم ولن نسمح بموضوع استهداف البعثات الدوليه تم الواسية. تحديد الجهه التي قامت بالاستهداف يعني من اي الفصائل من اي الجهات هذا الموضوع يبقى مناط بالاجهزه الاستخباراتيه نحن عندنا اجهزه استخباراتيه قادره على انه تحدد هذه الجهات م. اي جهه كانت واليوم اعتقد اليوم كان ايضا هناك اجتماع للاطار التنسيقي م. بدعوه قبل السيد رئيس مجلس الوزراء وكان هناك رفض كامل من الاطار التنسيقي لهذه الاعمال ودعم الحكومه العراقيه و يعني الاطار التنسيقي يقف مع الحكومه العراقيه م. وموضوع الاستهداف هذا حقيقه مثل ما اشرت لا يمكن ان يكون به فائده للعراق احنا مقبلين على انتخاب انتخابات مجالس محلية بعد أيام قليلة إن شاء الله الحكومة تأمل على تأمينها وأن تكون ناجحة ومن عالية وبشفافية لاختيار المواطنين العراقيين لممثليهم في مجالس المحافظات أيضا لدينا جهود أخرى لمكافحة الإرهاب يعني يوميا تكون لدينا ضربات بملاحقة بقايا هذه الفلول عليه أن نقف جميعا من أجل الدفع بهذه الحكومة وهي الآن حقيقة تقدم الكثير فيما يخص البنى التحتيه والانجازات والصناعه والاقتصاد، علينا ان نتقدم ببلدنا لنصل الى مراحل متقدمه. الروايه اسمح لي ان اشرك ضيوفي وابدا من الدكتور غازي فيصل. دكتور غازي هذه الاستهدافات ليست جديده حسب الاحصائيات المعلنه اكثر من 62 استهداف للمقرات الامريكيه. لكن اليوم تصعيد لافت ان تكون الضربات موجهه الى السفاره الامريكيه وتقع في محيطها. هل نحن امام يعني عمليه اخرى ستتصاعد اكثر؟ سيكون هناك رد امريكي ايضا بالضروره لان ايضا الامريكان اعطوا رسائل اكثر من مره من خلال رئاسه الوزراء بانهم سيستخدمون حق الدفاع عن النفس. شكرا جزيلا وتحيه لضيوفك الكرام وأسفر. تماما مع ما تفضل به سياده اللواء يحيى حول الموضوع بان هذه الاعمال العسكريه القصف الصاروخي الطائرات المسيره خصوصا في مواجهه السفاره الامريكيه واعتبار السفاره الامريكيه قاعده عسكريه وليست سفاره مما يبرر قصفها وهذا غير صحيح على الاطلاق لأن في الاساس كل البعثات الدبلوماسية خصوصا الأجنبية الروسية الصينية الفرنسية الألمانية البريطانية هناك قوة تنظم أو تعمل من أجل حماية السفارات يعني ليس الآن لكن هو كتقليد موجود منذ مختلف الحكومات العراقية وحتى على الصعيد العالمي وأيضا تعلم أو تعلم السفارات الحكومة العراقية كما الحكومات الأخرى بوجود هذه القوة بالاسماء وبال وبالرتب وغيرها من التفاصيل، بالتالي حتى لو كان هناك قوه لحمايه السفاره الامريكيه عسكريه فهي بالتالي موجوده بصوره شرعيه وبعلم الحكومه العراقيه. لكن لكن دكتور غازي يعني الجهات التي تستهدف السفاره الامريكيه او المصالح الامريكيه في اي مكان في العراق، هي لديها ايضا حجج ومبررات تقول بانه اليوم الحرب مفتوحه وتوحيد الساحات موجود كما يقال. ومثلما تصعد امريكا وتدعم اسرائيل بشكل مفتوح، نحن ايضا لدينا حلفاء ونريد ان ندافع عن هؤلاء الحلفاء بطريقتنا الخاصه. هل هذا يعني مقبول سياسيا، دبلوماسيا، على الاقل في العراق وفي المنطقه الان المشتعله والتي لا نعرف الى ستذهب؟ نعم. نعم، يعني انا اعتقد في دوله لديها دستور وحكومات وسلطه تشريعيه وقضائيه يجب ان تلجا هذه التنظيمات الى السلطات، السلطات التشريعيه التنفيذيه والقضائيه يعني لا يجوز يعني الا في بلد الفوضى المطلقه ان كل تنظيم من التنظيمات المسلحه وغير المسلحه يتخذ استراتيجيه للحرب على السفارات او على المصالح او على المواقع او ايا كان يستهدف يعني يعني مساله المقاومه او الساحات ووحده الساحات يعني هذه ليست مسؤوليه الحكومه العراقيه احنا نسمع دميان من الحكومه العراقيه من وزاره الخارجيه من السيد رئيس الوزراء عن وحده الساحات وان العراق جزء من وحده الساحات اذا اذا وحده الساحات مساله خارج اطار السلطات الدستوريه خارج اطار القانون وبالتالي اي تصرف تقوم بهذه التنظيمات المنظمات ضمن اطار فلسفه وفكره وحده الساحات هي ترتبط بحزب الله وبالمقاومه الاسلاميه في سوريا وبالحرس الثوري الايراني وبالتنظيمات المسلحه في العراق وغيرها هذا هذا الحكومه العراقيه غير ملزمه به، الحكومه العراقيه لديها وزاره خارجيه طيب واليوم الحكومه العراقيه بأنها يعني اوصلت رسائلها بشكل واضح لتلك الاطراف دكتور كامل حينما نتحدث بهذه الطريقه والموقف الرسمي الحكومي يصف بجماعات خارج عن القانون وارهابيه وانت تعرف جيدا ان هذه الجهات لها شكل من اشكال الارتباط حتى باطراف هي الان تشكل الحكومه وايضا لها ارتباط لا تخفيه ايضا هي بايران البعض يقول اذا كانت مثلا تريد هذه الجهات ان تحدث ضررا بالمصالح الامريكيه فلماذا لا تدخل ايران بشكل مباشر على خط الازمه ولديها الامكانات والصواريخ بدل ان تقحم العراق في هذا الموضوع؟ والعراق ليس لديه الامكانات الكافيه للرد او حتى السيطره على الموقف اذا من الامور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حياك الله عزيزي وحيا <تصفيق> ضيفك <تصفيق> الكريم سياده اللواء والاخوه الضيوف الكرام. يعني انا اعتقد ان هنالك تخطي لمشكله اكبر من هذه التفاصيل. وهي هنالك جريمه كبرى تجري في العالم تحت مم. مراه ومسمع العالم وهنالك دعم امريكي لهذه الجريمه تحت غطاء وتحت عناوين هذه الجريمه يتم قصف المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد وتبقى احنا عندنا فقط السفاره الامريكيه المدلله التي يجب ان لا يمسها احد حينما نتحدث عن ازمه موجوده في المنطقه نعرف اسبابها نعرف من الذي حركها نعرف من الذي دعمها ومن الذي منع مجلس الأمن من أن يصدر قرار وقف إطلاق النار كل الأصابع تشير إلى محور الشر أمريكا إذا إذا أردنا أن ندرس الملف بشكل الحقيقي يجب أن نبحث أسباب الحقيقية حينما نقول أن هنالك شباب يقصفون السفارة الأمريكية يجب أن نقول أن هنالك قصف أمريكي لمواقع عسكرية عراقية رسمية والسفيرة الأمريكية تقول أن هذا القصف مشروع لأنه دفاع عن النفس أنتم على بعد أحد عشر ألف كيلومتر أكثر من أحد عشر ألف كيلومتر عن بلدكم وقادمون هنا لتقتلون الناس وتدعمون القتلة وتدعمون المجرمين ثم تطالبون الآخرين بأن يحترموا السياقات الدبلوماسية لأن هذه السفارة سفارة رسمية ومحترمة من الذي أخل بالاحترام من الذي انتهك القوانين من الذي قتل الأطفال من الذي ضرب في يوم واحد في ضربة واحدة خمسمائة شهيد وجريح في مستشفى المعمدان اللي هو ما لا شيعة ولا سني مستشفى مال كنيسة أرثوذكسية والناطق باسم البيت الأبيض الأمريكي يقول لم يثبت لدينا أن إسرائيل تقتل مدنيين هل خمسمائة شهيد في مستشفى هذول كلهم عسكريين هذول كلهم حماسيين هذول كلهم مجاهدين هذا الخطاب المجتزئ الذي ياخذ صغروية ويهاجمها ويتجاهل الحقيقه الكبيره لا لا هو هذا الخطاب البعض يقول غير ليس خطاب, هذا يعني خطاب غير خطاب مجتز يعني يقول لك العراق مصف. هو ضمن عزيزي. ضمن منظومه عربيه ضمن جامعة عربيه وهناك مؤتمرات ولقاءات والحكومه اليوم هي مثلا تعبر عن رايها بهذا الاتجاه وتريد ان تصل الى تهدئه ما في الجانب الـ هذا الامني في العراق في ولديها عزيزي. تصرفات واجراءات اخرى انا ما اقوله غزه الحكومة. يعني هل هو الحل الوحيد اليوم حينما تضرب محيط السفاره الامريكيه في العراق سيغير المعادله مثلا لا لا في غزة هو, ما هو واحد حل واحد حل جزئي حل صغير قصف سفاره قصف مكان ما يحل المشكله المشكله اكبر بكثير من اي موقع عسكري المشكله الحقيقيه ان هنالك كيان يقتل الناس بل يعني يعتبر كل اهل غزه مجاهدين من حماس فيقصف في البيوت والعمارات والمساكن والمستشفيات والمدارس والكنائس ويوجد دعم امريكي رسمي وعلني وحتى في المنظمات الدوليه له لهذه الجريمه يمنع قرار وقف اطلاق النار، اذا نحن امام مشكله كبيره، هسه جزء من تفصيلاتها ان مواطنين مجاهدين في سوريا في اليمن في العراق ياخذهم الغيظ والغضب والانزعاج من هذه الجرائم الكبرى فيقومون بردود افعال لا تعجب الدبلوماسيين ولا تعجب السياسيين ما يخالف. بس مو هي هاي المشكلة عزيزي أنت مو هي هاي المشكلة طيب علينا خليني. أن نكون أوكي. علينا أن نكون منصفين أي. في أن نضع اليد على الجرح ونقول أن الغازي والقاتل والمجرم هو الذي سبب هذه ردود أفعال أي. هذه ردود أفعال يجب أن يكون هنالك ردود أفعال أكثر منها عين القاتل يجب أن تفقأ يجب أن تقصف كل أهدافه كل مصالحه حتى يعرف أنه حينما يقتل الأطفال ويهدد الناس هذه الاهداف هو بس العراق معني بقصف هذه الاهداف مو الدول الان ومحور الممانعه العراق في دول كبيره وفي من يقول ابعاد بس العراق سياسيه يقول بس العراق كبيره لم تمارس مثلا ضغوط سياسيه كبيره أنا, انا اعتقد, أعتقد اخي العزيز تمارس تلك الدول اذا يعني شخصيا تسالني تستخدم اذرعها وماكيناتها في هذه الدول إذا شخصياً وهي لا سألني. تشارك بشكل فعلي وتدعي ايضا انها بعيده عن اي فعل يكون في المنطقه ما حدث في اليمن مثلا والممر البحري وقطعه واستيلاء على بعض السفن ايران قالت بصريح العباره انا ما عندي اي دخل به ولا لي علاقه بهذا الموضوع عزيزي اذا يعني تسالني انا شخصيه كانت تمتلك كل هذه القدره وهذه القوه في المنطقه بدل ما تستخدم يعني دول ما زالت ضعيفه وتعرف امكاناتها لبنان سوريا العراق اليمن خليني بس أروح لا اسمح لي اسمح لي, لي اجاوبك ايه؟ على هاي الفكره ايه؟ هاي بلدان ضعيفه وما ادري شنو كذا هذا التعبير مو صحيح ايه؟ مو صحيح هذا البلدان ليست ضعيفه البلدان قويه بشعوبها وكل بلد تتاح له فرصه يعبر عن فرصته بشكل ايجابي، انا اعتقد كل انسان في العالم اذا كان بوذي في الهند، اذا كان سيخي في الصين، اذا كان ما ادري وين، يجب ان يعترض على هذه الجرائم الامريكيه، هاي الجرائم الصهيونيه تهدد العالم كله، جي. حينما يقصف مستشفى يموت به 500 انسان، وتقول امريكا انه لا يوجد قتل للمدنيين، هذا يهدد امن العالم جميعا، ليس فقط الكتائب والمجاهدين يجب ان خلينا نروح للاستاذ صوما، أه سيد صوما لماذا تستكثر امريكا على الاخرين ان يدافع عن نفسهم وهي ترفع هذه الحجه بلواء عالي هي واسرائيل الان لديها ضوء اخضر لاسرائيل بحجه الدفاع عن النفس يعني طحنت غزه طحن وحتى بدات التهديدات الاسرائيليه تعبر الى حدود الاخرى سنجعل من بيروت غزه اخرى لماذا تست يعني الامريكان يستكثرون على الاخرين بان ايضا يدافع عن نفسهم او يعملون حلف ما بطريقه ما على الاقل بالامكانات الموجوده وهذا امكانيه الدول تقصف مره محيط سفاره او تقصف قاعده تقصفها بطائره مسيره هذه امكانيه الدول لماذا حتى هذه امريكا لا تريد للاخرين ان يستخدموا هذا الحق وال هناك اتفاقيات دولية تتعلق بالحفاظ على أمن السفارات مم. والعراق هو جزء من هذه الدول التي وقع وقعت معاهدات فإذا إذا كان هناك مشكلة بين فريق عراقي ضد الولايات المتحدة أو سياسة الولايات المتحدة تجاه ما يحصل في غزة هذا أمر يعني على الحكومة العراقية هي التي تتخذ الإجراءات الكافية للحفاظ على السفارة لا يمكن السماح لمنظمه او منظمات في داخل العراق ان تقوم بعمليات مثل هذا النوع واعتقد ان الحكومه العراقيه على حق عندما تقول بان استهداف السفاره الامريكيه هو عمل ارهابي ما يحصل في الوقت الحاضر في غزه هو نزاع بين قوتين في الشرق الاوسط قوة الممانعه او دول الممانعه التي تترأسها ايران وتضم العراق وسوريا واليمن ولبنان، والدول التي تريد التطبيع مع اسرائيل وعلى رأسها السعوديه. يعني نجد بأن ردة الفعل من قبل الدول العربيه اقل بكثير مما هي عليه من هذه الميليشيات. أو المنظمات التي تعتبرها الولايات المتحده ان تعرف الدول العربيه حكوماتها محكومه باتفاقات معينه مع الامريكان واحيانا حتى يصفها البعض بالجبن لانها لا تستطيع ان تقف بوجه الامريكي والاسرائيلي لذلك هذه الحركات تتخذ دورها الطبيعي هي ليس الان وانما منذ فترات طويله ومنذ احتلال العراق وبعده دخلت على الخط وتواجه امريكا بشكل واضح ولا تخفي عناوينها اذا هناك نزاع بين هذه القوى التي ذكرتها حضرتك والتي اسميها قوة الممانعة وبين الانظمة العربية م. يعني امريكا شو دخلها اذا كانت هذه الدول العربية تريد التطبيع مع اسرائيل اولا دول مثل السعودية مثل الخليج العربي تعتبر بان ايران هي المنافس الاول والخطر الاشد على امنها من من اسرائيل مثلا، لذلك تجد بان هذه الدول تحاول ان ت, 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 توقع معاهدات مع الولايات المتحده لكي تحافظ على امنها وكذلك مع ب, ب, بوجود اسرائيلي لانه تعتبر هذه الدول بان اسرائيل لا تهدد انها ايران هي التي تهدد امن هذه اذا نحن نتحدث في الآن خلاف المبدا الذي روجت له امريكا عندما جاءت ببارجاتها وقالت لا نريد توسيع رقعه الحرب انت تقول الان هو حرب اليوم بين معسكرين الممانعه والولايات المتحده الامريكيه ليس هذا ما تقول والما اقوله ان البوارج التي ارسلتها هناك للحفاظ على امن الدول في المنطقه ضد التعسف الايراني لانه تخشى هذه الدول والتعسف الاسرائيلي يعني. والتعسف الاسرائيلي الان تجاه قطاع غزه بغض النظر عن 7 اكتوبر وما حدث فيها كان قبلها وكان بعدها والان مجازر وسويت بالارض اين الموقف الامريكي تجاه هذا الموضوع دعم مطلق وحضور لوزير الخارجيه والرئيس الامريكي الى غرف الحرب الأمري... الصهيونيه او الاسرائيليه اوكي سياسه الولايات المتحده في ما يحصل في غزه هو ان أنها, انها تعتبر البيت الابيض يعتبر بان حماس هي منظمه ارهابيه لا تعترف بالوجود الاسرائيلي وتشكل خطرا على الامن القومي الامريكي لذلك تقول الولايات المتحده بانها تدعم اسرائيل من ناحيه القضاء على حماس قضاء تاما لانه اذا لم يخضع على حماس فان حماس سوف تقوم باعمال مماثله لما قامت به في 7 اكتوبر طيب ارجو تبقى حاجة. معي سيد جابريال اسمح لي ان اعود الى الاستوديو السيد اللواء اللواء يحيى <applause> الان ماذا بعد كلمه او خطاب الموجه من قبل القائد العام للقوات المسلحه الى تلك الجماعات واجتماع الاطار التنسيقي، هل تستطيع القوى السياسيه ضبط اداء الفصائل المسلحه العراقيه لانه البعض يعني هذا مو اللقاء الاول يمكن سابع لقاء مع فصائل والحديث معهم جزء منها مرخرط في العملية السياسية قد يكون يحسب هذه الحسابات الدبلوماسية والسياسية لكن الطرف الآخر ليس معني وهو ما يقوم بهذه الاستهدافات إلى السفارة الأمريكية هل ستتوقف بعد مثل هذا خطاب أن يكون أداء آخر للحكومة مثلا أنا أعتقد أنه الكلام والبيان اللي صدر من القادة عن قوات المسلحة كان واضح وصريح توجيه بملاحقة مرتكبي هذه الاعمال وإلقاء القبض عليهم واضح. النقطة الثانية لقاء القائد العام مع الإطار التنسيقي والبيان الذي صدر أيضاً واضح وصريح. علينا أن نتعامل مع هذه الأزمة ليس عسكرياً وإنما بحنكة سياسية، أنا أعتقد اليوم السياسة العراقية الدبلوماسية العراقية وهي هي مو لوضع طبيعية ما يخالف يعني لو هسه انت تصور انه غزة راح يصير فيها تصعيد إذا سمعت. او انه الاهداف الاسرائيلية بتهجير الفلسطينيين حتى الى خارج القطاع، هذه الفصائل لن تقف مكتوفة يعني اولا هذا اولا الحكومة العراقية واضحة وعلى لسان القائد العام للقوات المسلحة وفي المؤتمر الذي عقد في مصر كان واضح موقف العراق من القضية الفلسطينية م. ولا زال موقف العراق واضح، نعم هناك ما يجري في غزة إبادة جماعية إبادة جماعية بحق مواطنين أبرياء عزل أطفال ونساء وشيوخ أكثر من 62% من الذين يقتلون ويستشهدون في غزة هم أطفال ونساء وموقفنا واضح لكن في نفس الوقت علينا نتعامل وفق الأطر القانونية والدبلوماسية في موضوع السفارات يعني خلنا نفرض لو كان أنه اكو استهداف لسفارة أخرى غير السفارة الأمريكية هل راح يكون موقف العراق مغاير؟ لا راح يكون موقفه ثابت هذه معاهدات، هذه اتفاقيات يجب ان نلتزم بها. احنا مو دفاعا عن السفاره الامريكيه ولا دفاعا عن اي سفاره، لكن هذا اطر قانونيه ودبلوماسيه وهناك مواثيق وهناك معاهدات يلتزم العراق بها كون العراق الان ذو سياده ويمتلك دستور ويتعامل مع جميع الدول بشكل طبيعي، لدينا تفاهمات جيده مع دول الجوار، لدينا علاقات طيبه مع الدول الاقليميه، لدينا علاقات ايضا مع الدول العالميه، علينا إنه نحمي هذه السفرات والبعثات الدبلوماسية ولا نميز بين بعثة وبعثة هذا ما نعمل عليه الشيء الآخر موضوع غزة وما يجري في غزة هذا واضح وأيضا الحكومة العراقية واضحة وعلى رأس السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام قوات مسلحة فيما يجري في قطاع غزة علينا يا سيد الكريم أن نتعامل بشكل دقيق مع المرحلة هذه المرحلة خطرة جدا حقيقةً اولا هناك حرب روسيا واوكرانيا وامتداداتها وتاثيرها هناك الان ما يجري في غزه باستهداف المدنيين والعزل حقيقة وهذه جريمة إبادة جماعية يعني ما يجري في غزة حقيقة إبادة جماعية هل يقول لي أنه أنا أضرب حماس نعم أضرب حماس لكن أنت ما تروح على مدنيين أطفال ونساء وشيوخ ويومية يقتلون مئات من المواطنين الأبرياء وهناك غلق تام لغزة ومحاصرة لغزة وكل ما يجري في غزة وده شوف احنا هناك جسر جوي بأمر السيد القادة عمقات القوات المسلحة لإيصال المساعدات والمواد الطبية للمواطنين الأبرياء المحاصرين في قطاع غزة لكن المرحلة خطرة م. يجب أن نتخطى هذه المرحلة بحنكة وبسياسة والدبلوماسية زي. والأمور الأخرى يجب حقيقة على الجميع أن يعي خطورة ما يجري وأن لا يكون يعني حقيقة العراق الآن يمر بمرحلة جيده في مواضيع كثيره الان مم. احنا تعرف كانت هناك مشاكل مع دول الجوار كان هناك مشاكل مع دول اقليميه غير دول العالم لكن الان احنا نترك اليوم سياسه جيده كان ان السياسه العراقيه استطاعت ان توفق ما بين السياسه يعني ما بين ايران وامريكا وجرت مفاوضات وكان العراق محور مهم في هذه المفاوضات وقرب وجهات النظر يقول البعض يقول انه حتى هذا الدور فقدته الحكومه الان لانه فقدت السيطره على الطرف الذي يقوم الان بالاستهداف وهو ايضا جزء من العمليه السياسيه لذلك لن تكون امريكا مثلا واثقه لا ما اعتقد ما, ما, اعتقد يعني هذا ما اعتقد من من التقارير اللي توصلني ومن خلال بعض النقاط لا الدور الحكومه لا زال قوي م. انا اعتقد انه كل الكتل السياسية والإطار التنسيقي والكل يدعم عمل الحكومة وعمل دولة رئيس الوزراء قائد عن قوات مسلحة وأعتقد أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بكثير من الأمور ولا ننسى أنا أن أرجع وأقول أنه إحنا الآن الآن عندنا عمل كبير بدنا نعمل في موضوع تأمين الانتخابات لمجالس المحافظات لكن في نفس الوقت رغم هذا التأمين والعمل إحنا ايضا لدينا طيب أنا عمليات ارهابيه اللواء يحيى انه ممكن تكون هذه الاستهدافات هي ظاهرها العام هو مساندة غزة لكن باطنها أيضا إلى علاقة بهذه المسائل لكن قبل أن نجيب نعم. نخلينا نروح لدكتور غازي دكتور غازي البعض يقول الآن الحكومة لا تستطيع أن تلعب هذا الدور لأنها تقع في إحراج كبير ما بين فصائل مسلحة لها امتدادات سياسية وما بين حليف إيران وما بين حليف أمريكا أيضا حتى أن القائد العام للقوات المسلحة في الحادثة الأخيرة في كركوك واستهداف واستشهاد خمسة أفراد من فصيل مسلح لم يستطع حتى إصدار بيان وأيضا حتى لم يرد على ما صدر من السفارة الأمريكية كيف ستعالج الحكومة هذا الإحراج الكبير؟ نعم بالتأكيد هو إحراج كبير على الصعيد الوطني على الصعيد الحكومة الرسمي السلطة التشريعية وغيرها حتى القضاء آه لكن في نفس الوقت آه يعني آه وتعليق على ما تفضل بالدكتور آه الدكتور الكناني مم. كنا نتفق أن ما يجري في آه غزة جرائم بشعة للإبادة انتهاك القانون الدولي الإنساني آه نصف الضحايا اللي وصلوا اليوم عشر ألف من الأطفال ثلثهم من النساء آه البقية من الشباب والشيوخ تدمير المدن مم. كل هذا انتهاك خطير ولهذا السبب غيرت فرنسا موقفها غيرت بريطانيا موقفها إسبانيا إيطاليا حتى الولايات المتحدة الأمريكية خطاب أوباما أعضاء بالكونغرس الجماهير اللي خرجت إذا هناك تغيير بالمناخ الدولي لمناهضة هذه الحرب الدموية القمعية العنصرية حرب الإبادة الجماعية لشعب فلسطين مم. لكن موديل هذه الحرب يختلف عن حرب السبعة 67 اللي اشترك بها جيش العراق والجيش الاردني والجيش السوري والجيش المصري وبعد الهزيمه نلاحظ وفي زمن عبد الرحمن عارف قطعت العلاقات الدبلوماسيه مع الولايات المتحده الامريكيه لدعمها اسرائيل لكن لم تهاجم السفاره لم تدمر تم المحافظه على المحتويات والمبنى والاثاث والوثائق وغيرها من التفاصيل، في حرب ال 91 قطعت العلاقات الدبلوماسيه مع امريكا ايضا تم المحافظه على المبنى الوثائق المستندات لان هذه امانه ومثل ما اشار اللواء يحيى نحن موقعين على اتفاقيات دوليه وابرزها القانون الدبلوماسي الدولي وايضا هناك اتفاقات للشراكه والعلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه اذا علينا ان نترك فرصه للحكومه العراقيه تتصرف طبقا للاصول الدبلوماسيه اذا نريد كشعب كقوى وطنيه ان تنقطع العلاقات الدبلوماسيه جيد الظاهر الى ان تقتنع الحكومه العراقيه بقطع هذه العلاقات الدبلوماسية. الدبلوماسيه اذا كانت ترتئي تعرف السلام الامثله اللي ضربتها الدكتور غازي بقطع العلاقات مع امريكا والجانب الدبلوماسي كان في فترات يعني مختلفه والحكومات تختلف الان لدينا حكومه وبرلمان واتجاهات سياسيه ومزاجات سياسيه البعض يريد بقاء الامريكان والبعض لا يرغب به صحيح وهكذا فهذا القرار ايضا صحيح. مستبعد خلينا نأخذ رأي استاذ كامل الكناني استاذ كامل لماذا لا تترك للحكومه هذه المساحه من الدبلوماسيه وهي عبرت بصريح العباره وفي القمه الاخيره عن يعني دور العراق وموقف العراق، لماذا لا تعطي هذه الفصائل الف يعني شيء من الفسحه من التحرك للحكومه وبعدها تقرر ام انه هذا شيء منفصل حينما يحدث تصعيد في غزه التصعيد لازم يحدث هنا في بغداد. الحديث ليس عن مهله لان المهله التي اعطيت الولايات المتحده الامريكيه من عام يعني 19 إلى مم. الآن مهله كافيه أكثر من أربع سنوات بعد جريمه المطار التي ارتكبتها الولايات المتحده الامريكيه، قرر البرلمان ضروره إخراج القوات الامريكيه، القوات الامريكيه لم يخرجوا، قالوا هذا قرار البرلمان هذا قرار شيعي مم. ما يعجبهم يعني. قالت الحكومه العراقيه أننا لسنا بحاجه إلى قوات قتاليه، قالوا هذه ليست قوات قتاليه، سائق دبابه الابرامز ارتدى ثوب المستشار وأصبح مستشارا يجب أن نستشيره في الأمور العلميه والفنيه. ورامي دبابه الابرام صار مستشار والذي يقود السيارات المسيره وتضرب معسكرات الحشد هذا ايضا مستشار هؤلاء كلهم مستشارين وما ادري مستشارين على شنو يعني شو لحد الان لا دخلت عندنا قطعه عسكريه دوره تحت ايدي المستشارين لا تخرجوا وما ادري هذا التدريب هم كم سنه لازم يطول القوات اللي موجوده لتدريبنا يعني البكالوريوس بالعلوم العسكريه اربع سنوات الـ الـ شهادة الماجستير سنتين الدكتوراه سنتين هذولا صار لهم عشرين سنة هنا ايش يدرسون ضباطنا ما ادري يعني هذا هم سؤال مهم من بس هذا الحكومة تجاوب عليه باتفاقية الحكومة ما قالت ما. أنا سألتك هذا السؤال السادس الحكومة قالت الفكرة انه هو اكو تسلسل هرمي بقيادة لا الدولة لا بس اسمح لي مو أنت, انت لا تعبر هاي النقطة انت لا تعبر هاي النقطة لا لا ما اعبرها مو حتى انا هذه نقطة مهمة الحكومة قالت لا نريد قوات قتالية ايه القوات التي تقتل الان شبابنا بالحشد هاي هاي مستشارين خب ما يصير احنا نتجاهل هاي الحقائق يا اخي الله لا ما نتجاهل بس انا اقول لك انه خلينا نتحدث بالواقعيات. عام القوات المسلحه خلينا هو منه هسه اللي فرصه للاخر الفصائل هي اعلى من الدوله ام الدوله اعلى من الفصائل اعلنت الفصائل هدنه اعلنت الفصائل هدنه وطالبت بانسحاب الامريكان مم. وقالت الحكومه لا نريد قوات قتاليه وقال البرلمان لا نريد قو... ولا يوجد عراقي شريف يريد قوات امريكيه على ارض العراق بعدين هاي قضايا السياده وقضايا الوطن اخي العزيز، هاي ما مقترنه بس بالكيان السياسي للدوله، الحكومه تمثل جزء من الدوله العراقيه، اذا عجزت الحكومه ولم تستطيع ان تنفذ اراده الشعب، كل الشعب مسؤولين عن تحرير بلدهم من قوات محتله قاتله مجرمه. بعدين القوانين الدوليه اللي تحدث عنها الاخوه الدكتور غازي و الاستاذ جابرييل هذه هذا التحديث عن القوانين الدوليه كلش جميل لطيف جدا ولكن القانون الدولي مسطره يجب ان ينطبق على الجميع، القوة التي تضرب مستشفى وتضرب مدرسة 59 مدرسة تحت الاونروا، تحت سقف منظمة الامم المتحدة قصفت في غزة، هاي كلها برضا امريكا وبدعم امريكي بصواريخ امريكية وبطائرات امريكية، شو هذا ما حد يحجب القانون الدولي، يعني القانون الدولي بس على الفصائل بس على الكتايب بس الكتائب لازم تلتزم بالقانون الدولي ما يصير هذا يصير الحديث يعني متنزل الى مستوى غير مقبول م. اما القانون الدولي مسطرة نخضع لها جميعا ونطالب الجميع بالالتزام بها وانما الاخ جابريل ما عنده مشكله بس التعسف الايراني هسه <applause> مشكلتنا احنا بالمنطقه وبالعراق وبالعالم التعسف الايراني، بابا يوميا مئات البيوت تهدم، سيارات الاسعاف تضرب، مستشفيات تدمر، والاخ عدة التعسف الايراني اهم مشكله، يعني معقوله هذا الخطاب الاعلامي خطاب مال باحث؟ خطاب مال واحد مفكر معقوله؟ الان حينما نبحث ازمات المنطقه نقول المشكله الان التعسف الايراني؟ وين التعسف الايراني؟ طيب خلينا ننقل هذا الجزء الى التعسف الامريكي استاذ جبريل. التعسف الامريكي الان كل العالم يشهد به الفلسطينيون والعرب والعالم وحتى الدول الاوروبيه التي كانت تساند امريكا وتساند اسرائيل في موقفها في 7 اكتوبر بدات تتراجع الشعوب الشعوب الان في اوروبا موقفها حتى اقوى من الشعوب العربيه في منطقتنا، شعوب مغلوبه على امرها شعوب ما تقدر تغير شيء، لكن هناك شعوب حيه ولها تاثير وبدات تضغط على الحكومات، هذا القانون الدولي اللي تتحدث به لماذا لا يتم تطبيقه على الاخرين؟ لا يوجد اختراق للقانون الدولي دول تدافع عن نفسها بطريقه أو اخرى تجاه هذا التعسف والغاشم من اسرائيل وامريكا لوك الهدف الرئيسي من ما يحدث في الشرق الاوسط في الوقت الحاضر هو اخراج القوات الامريكيه من الشرق الاوسط هذه هي سياسه ايران تقوم بها من خلال وكلائها مثل حزب الله مثل حماس مثل هذه المنظمات التي نسميها ميليشيات في داخل العراق ولكن ولاءها ليس للعراق ولاءها لإيران إذا الهدف الرئيسي الإيراني هو إخراج القوات الأمريكية إن كان بطريقة دبلوماسية أو بطريقة ضرب المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط إلى الآن منذ أكتوبر 17 ضربت المواقع الأمريكية 75 مرة في سوريا والعراق 75 مرة يعني العراق محظوظ وسوريا محظوظة أنه ترامب ليس في البيت الأبيض لأنه لو ترامب كان في البيت الأبيض كان علمهم درس للإيرانيين كيف يوقفون أعمالهم العدائية ضد الولايات المتحدة ولكن لدينا رئيس ليست لديه أو, أو لا يستطيع او لا يريد ان يقوم بعمل عدائي ضد ايران من منذ اليوم الاول عندما وصل الى البيت الابيض ماذا فعل؟ في اليوم الاول رفع الحوثيين عن لائحه الارهاب واليوم الحوثيين هم الذين يضربون المواقع الامريكيه منذ اليوم الاول لوصوله للبيت الابيض بدا بمفاوضات مع ايران لاحياء المساله الاتفاق النووي ولم ينجح لسبب معين الرئيس بايدن مثله مثل أوباما يريدون لإيران بأن يكون لها نفوذ كبير في الشرق الأوسط النفوذ الإيراني اليوم في الشرق الأوسط يهدد المصالح الأمريكية, الأمريكية ويهدد حلفائنا مثل إسرائيل مثل السعودية مثل بقية الدول العربية مصر الأردن الخليج كل هذه الأمور مهددة من قبل إيران ايران هي لب المشكله وما تقوم به القوات الامريكيه في الوقت الحاضر لضرب مواقع في داخل العراق وفي داخل سوريا هذا خطا من الافضل ان يقوم الرئيس بايدن كما فعل ترامب قبله وكما فعل رونالد ريغن قبله ضرب مواقع في داخل ايران واسكات ايران وبذلك تسكت الميليشيات التي هي مواليه لايران أه دكتور او لوايح البعض وضمن هذه الحاله اللي نعيش بها وتهيئ الانتخابات وايام قريبه يقول لك هذا هم جزء من خلط الاوراق قد لا يكون الموضوع موضوع غزه وتصعيد بغزه هو لا بطريقه اخرى لارباك الوضع والمشهد السياسي هل هناك رؤيه بهذا الاتجاه هسه احنا كل شيء جاهز احنا تعرف في موقف سياسي الان اكو ناس مع العملية الانتخابية أو ضد العملية الانتخابية أكو من يقاطع أكو من يذهب باتجاه الانتخابات ليش سألتك أنه حددت الجهة اللي استهدفت مو يعني مو أنا مو لك. هم يعاب على القوات الأمنية أنه هو مو لا 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 ما ما استهداف 62 استهداف بس بس لحد م. الآن ما تم تحديده ولا لا, لا, لا شوف احنا م. نمتلك معلومات كثيرة ايه؟ نمتلك معلومات كثيرة وبنفس الوقت نستطيع أن نعرف ونعرف من يحاول القيام بهذه العمليات عندنا اجهزه استخباراتيه لكن في بعض الاحيان حقيقه الوضع السياسي الموجود لا, لا يسمح لك انه مثل ما نقول بالعاميه انه تزيد على النار هاي بنزين ويتأجج الموقف <applause> بشكل كبير وانت مقبل على عمليه مهمه تريد لهذه العمليه النجاح لبناء اسس رصينه للعمليه الانتخابيه القادمه بانتخاب اعضاء او البرلمان العراقي القادم ان شاء الله مم. وفي نفس الوقت انت انت عندك فسحه من الامن الان جيده جدا بالعراق ووصلت بمراحل متقدمه وبدانا بعمليه الحكومه الان متجهه للبناء والاعمار والاقتصاد والصناعه والزراعه تشوف انت يوميا وبنى تحتيه لانه البلد محتاج وشعبنا محتاج لهذا الشيء فانت الان في موقف في موقف ليس بالسهل ممكن اكون من يحاول ان يدخل لهذا الموضوع ويزعزع ويخلط هذه الاوراق باتجاه جهه معينه وغيرها لكن أنا اطمئن الجميع انه احنا ادنى اجهزه استخباراتيه قادر على معرفه من يقوم بهذه العمليه ارجع مره ثانيه لتوجيه وامر السيد القائد العام للقوات المسلحه انه ملاحقه من قام بهذه العمليات باستهداف البعثات الدبلوماسيه ما راح اقول أنا باتجاه السفاره الامريكيه وانما اقول البعثات الدبلوماسيه. مم. بكل مسمياتها. بكل مسمياتها ومثل ما قلت لك كل البعثات الدبلوماسيه السفارات البعثات الدبلوماسيه غير هذا واجبنا واحنا مسؤولين عن حمايتها وتامينها. طيب والحكومه ايضا هي ملزمه اخلاقيا وقانونيا بأيضا ان تدافع مثلا عن قوات عراقيه في اماكن مختلفه من العراق تمارس دورها الطبيعي الامني تستهدفها امريكا اكيد. انت هنا مثل يعني تقيد الطرف اللي, انت هو عراقي وتطلق يد لا 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 لا, لا, لا بالعكس أمريكا. اول بس امريكا ما راح ترد يعني ورا لا لا بس اسمح لي م. احنا اولا كل القوات المسلحه العراقيه م. هي تاتمر بامر السيد القائد عن قوات مسلحه وموجوده بالدستور العراقي والتي, والتي تستهدف الامريكان و... لا تاتمر بامر القائد لا اسمح لي في بعض خلينا نكون واقعيين أكون اكو هناك البعض اللي يعمل خارج وهذه هناك فصائل مقاومه موجوده واضحين يعني لا احد ينكر هذا الموضوع هذا موجود انا اذا اتكلم لك عن القانون وعن مرجعيه تمر. هذه الفصائل هي ضمن هذه الاطر السياسيه اللي تعمل او الجهات السياسيه حتى تضبط الاداء مالها اليوم في هذه الفتره اليوم شوف انت اليوم لو شفت الاجتماع م. ويا مكان تعرف المنى الكتل الفصالية. السياسيه اللي تعمل ضمن الاطار التنسيقي م. واضح واضح وكان داعم والبيان اللي صدر من الاطار التنسيقي كان واضح م. وممكن اعتقد يمكن وزع على كل القنوات والفضائيات ولكل وللراي العام م. لكن علينا انه الان نضبط المسيره ونتعامل بحنكه وبمفهوميه وان نصل الى النتائج اللي نريدها احنا باتجاه اكمال كل ما متطلبات العمليه الانتخابيه وعمل اللجان والامن واحنا لا ننسى انه احنا لحد هذه اللحظه لدينا بقايا فلول ارهابيه موجوده. موجوده هذه البقايا ودنا نستاصل بها ودنا نضرب بها ودنا نقتل بها لكن لحد الان ترى خلينا نكون واقعيين حتى داعش وهذا التنظيم الارهابي التكفيري لن نقول عليه انتهى نهائيا من العراق لا زال هناك مناطق تواجد بها صح مو بال يعني الاعداد الكبيره او يقدر يسيطر على نقطه معينه لكن لا زال يقدر ياثر وهو معتاش على الازمات جيد. داعش وتصب في مصلحته نعم يعتاش على الازمات وهي صب في مصلحته خلينا نروح للدكتور غازي دكتور غازي البعض مثل ما قلنا سنه اللواء انه جزء منها قد يكون هو لخلط الاوراق البعض الاخر لا يوسع دائره هذا المفهوم ويقول هي ايضا رسائل لاوراق ضغط اقليميه هناك الكثير من الملفات العالقه ما بين ايران والولايات المتحده هي مره مثلا تصعد في البحر الاحمر واخرى تصعد هنا في العراق واخرى في سوريا حتى تفتح فيما بعد ما بعد انتهاء ازمه غزه شكل من اشكال الحوار ما بين هذين القطبين للوصول إلى حل ما في بعض الأمور العالقة هل فعلا الأمور ممكن أن تسير الآن بهذا الاتجاه لو لا هي فعلا ردة فعل تصعيد أمريكي وإسرائيلي فضيع في في جنوب وشمال غزة وهذه الحركات لا تستطيع أن تقف عند حد أيضا ولا تأتمر بأمر أي جهة حكومية لأنها كما قلنا حركات مقاومة بالنهاية هي نعم نعم اتفق معك لكن لا يوجد في منطقه دوله اليوم نتحدث عن العراق بصوره خاصه العراق اليوم دوله ودستور وقانون لا 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 يمكن ان نقبل منطق وجود تنظيمات للمقاومه خارج اطار الدوله وخارج اطار الدستور وفوق الدوله زين وين القائد العام للقوات المسلحه؟ وين القوات المسلحه اللي بيها مليون وربع انسان؟ وين القوى والأحزاب السياسية يعني كل من يمتلك السلاح إذا ممكن يفرض نفسه على السياسة وعلى القانون وعلى لا النظام. هو البعض أيضا يقول بأنه هو أصلا الحكومة هي جزء من تشكيلتها وتوليفتها أنه هذه الفصائل تشكل داعم قوة في مرحلة ما قبل يعني بداية تشكيل الحكومة وإذا ما انفرط العقد وذهبت مثلا هذا الفصائل أو تقاطع معها القائد العام للقوات المسلحة سيفقد أيضا جزء كبير من القوى التي لا يريد ان يفقدها. اي صحيح، مم. شوف يعني يعني خلي خلينا نتفق احنا مع الدوله او مع اللا دوله. مع يعني الدولة. مع نموذج حزب الله في لبنان اللي ودى لبنان الى كارثه لو مع دوله لبنان والدستور والنظام والاحزاب صار لهم سنه ونص ما يقدرون ينتخبون رئيس جمهوريه. يعني اليوم الحوثيين باليمن يعني هل هو هذا منطقة دولة ام من لا دوله؟ يعني مع احترامي لعقائدهم وسياساتهم وأفكار. لكن اليوم قادوا قادوا اليمن الى كارثه، ملايين من الناس من البشر ماتت من الجوع والفقر والذبح، زين هذا وضع خطير يعني يهدد كل امن الدول وامن المنطقه، انا اعتقد ان يعني الدوله العراقيه اليوم يجب ان نحافظ على تماسكها، قوتها، تعزيز قدراتها، حمايه قراراتها وبالتالي هي تمتلك الادوات الدبلوماسيه وتمتلك الادوات الاستراتيجيه من اجل رسم وتنفيذ السياسات. مم. وايضا هناك مؤسسات نتحدث عن دوله مؤسسات تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه، كل واحده من هذه المؤسسات ترسم سياسات واستراتيجيات. اكيد اذا كان للفصائل او غيرها على سبيل المثال راي منطقي يخدم المصلحه الوطنيه العراقيه ستأخذ هذه الآراء والأفكار مسارها في التشريعات وفي السياسات الحكومية لكن مو بهذه الطريقة اليوم واحد يقصف من العراق من ربيعة على سوريا واحد يقصف أربيل واحد يقصف استيمانية واحد يقصف بعين الأسد ذاك يقصف بالسفارة يعني هذه مو دولة أنا بالنسبة لي من أتفرج على العراق معناها ما اشوف دوله ما اشوف نظام ما طيب اشوف مؤسسات. دكتور غازي خليني اليوم السيد أكمل الفكره هذه مع دكتور كامل نعم استاذ كامل يعني توجهات الفصائل المقاومه معروفه عقائديه ودينيه وتشريعيه لا مهما كان موقف الحكومه الدبلوماسي لا يمكن ان تسير بهذا الاتجاه لانها لديها متبنياتها الخاصه ولا تخضع باي طريقه من او من الطرق الى راي وقرار الحكومه ولذلك نجد هذا الامتعاض هل نحن امام مشكله او مفترق طرق ما بين حتى يعني شكل الاطار بشكل عام عزيز الدوله العراقيه اكبر من الحكومه واكبر من اي اتجاه سياسي فيها اكبر من الاطار واكبر من حكومه السيد السوداني مع احترامي لحكومتنا وهي حكومه منتخبه ومدعومه شرعيا وقانونيا. إطار الدوله اكبر بكثير، الدوله هذه اللي بها كرد يتنازعون على منفذ ابراهيم الخليل ويتحاربون فيما بينهم في مرحله معينه. فيها مسيحيين ارثوذكس وكاثوليك وكلدانيين واشوريين يختلفون على حتى على كنيسه وتصل مم الى دعاوى قضائيه، فيها صابئة فيها سنه، وفيها شيعه، وفي هذه الدوله ما يمثلها اتجاه سياسي واحد. وليس من خلل في الدولة ان طيب يكون هو هذا السؤال هو, هو هذا السؤال, السؤال, السؤال اللي ما يمثل اتجاه واحد لماذا تريد اللي حركات حلي. المقاومة تريد هي تكون صاحبة القرار خليني وهي رؤيتها الصحيحة وهي من تملي سياستها على الآخرين خليني اجاوبك على هذا السؤال فضل. امهلني, أمهلني فضل. دقيقة تفضل لا يخل في أمن الدولة ولا في قوة الدولة ان يوجد فصيل يفقع عين العدو ويضرب أهدافه ويضرب مصالحه حينما يتغول عليك هذا العدو حينما هذا العدو يعتدي عليك ويقتل ابنائك ويقتل اخوانك ويقصف مستشفيات ومدارس والى و و اخره وتعليق صغير على ما تفضل به الدكتور غازي الحوثيون لم يجوعوا اليمنيين ويقتلوهم الذين قتلوهم عاصفه الحزم امريكا وحلفائها حزب الله لم يدمر لبنان الذي دمر لبنان الحصار الامريكي والتدخلات الامريكيه خلينا نصير واضحين خلينا نسمي الاشياء بمسمياتها لا نلقي اللوم على الفصائل التي هذا المقتول ما يصير اللومه هذا الضحية إذا بدأ يرفس برجله وضرب شيء هنا وضرب شيء هنا للومة هذا ضحية هذا مقتول شعبنا جاي يقتل جاي تنتهك سيادته وحرماته ودماء أبنائه وتطلع عنا السفيرة تقول دفاع عن النفس شلون دفاع عن النفس بعد 11 ألف كيلو متر عن بلدكم شلون شنو الدفاع عن النفس انت جاي تطير طيارة من قاعدة بصف السفارة قاعدة عسكرية بها عشرات ومئات الدبابات والطائرات المسيرة وأنت تسمي ليها سفارة وتطالب بحماية السفارة هي مو سفارة يا ناس معسكر يقتلوا يضربوا يغتالوا هذه المسميات من نسميها بأسمائها راح نقف على نقطة خلاف إحنا مرة بالتحليل نختلف أنا أختلف مع سيادة اللواء سيادة اللواء أختلف مع الدكتور غازي ولكن تسمية الأشياء بمسمياتها يساعدنا على أرضية مشتركة للتفاهم أين هي المشكلة الحقيقية؟ المشكله الحقيقيه الان صراع ايران ويا امريكا المشكله الحقيقيه التعسف الايراني مثل يقول جابريل دعم ايران لو المشكله الان الكيان الصهيوني المتغول اللي جاي يقتل يوميا مئات طيب طيب الاطفال مز... يعني بي جواب سريع على سؤالي انه اليوم بما انه تريد الامور تسمى بمسميات الحكومه اليوم سمتها فصائل خارجه عن القانون وعمليات ارهابيه شلون تفهم هذا التوصيف حتى اروح للاستاذ صوما. السؤال؟ أي طبعاً لك. يعني أنا أعتقد أن الحكومة تجامل في م. هذا الموقف وهذا م. موقف سياسي دبلوماسي م. لا يعبر عن حقيقة موقف القوى الداعمة للحكومة والمؤسسة والمشكلة لها. ولكن السيد السوداني بحكم كونه رئيس وزراء بحكم كونه يمثل حالة سياسية لا يقبل أن تقوم أجزاء بعمليات قصف. ولكن أنا متأكد من هذا الموقف والرأي أن هذه عمليات القصف. للأهداف الأمريكية والمصالح الأمريكية تعز الدولة العراقية وترفع رأس المواطن العراقي خلينا وترفع أروح. رأسه خلينا عاليا جيد أستاذ قبريال بسؤال أخير يعني إذا أمريكا تريد تحمي مصالحها عليها أن تقلل على قل الدعم إلى إسرائيل أو أن توقف الدعم لها أو أن تسير مع بقية الدول الآن التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وهي التي ترفض وتعطي الضوء الأخضر لإسرائيل أن تستمر بهذه المجازر لماذا لا تسير بهذا الاتجاه اذا ما ارادت لا تريد توسيع رقعه الحرب ولا تريد ان تحرج حلفائها يعني تحرج الحكومه العراقيه وتحرج حتى حكومات اخرى اليوم كثيره بالوطن العربي محرجه ولا تستطيع ان تقف موقفا واضح نتيجه لهذا الازدواجيه الامريكيه. الولايات المتحده يعني عندما ترى ان الاولاد يقتلون والمدنيين مشردون كل كل هالشي يعني يؤثر كثير على الراي العام الامريكي لا نريد ان نشاهد اولاد يقتلون في شوارع غزه ولا نريد ان نشاهد نساء يغتصبن من قبل حماس تساعدون القتله لا تريد ان تشاهد ولكنك تساعد القتله على قتلهم صحيح انت لا تريد جنابك لا تريد صحيح استاذي من بدا الحرب؟ يلي بدا الحرب هم هن جماعه حماس، حماس تشكل تهديدا ليس فقط للولايات المتحده او اسرائيل، تشكل خطرا على الدول العربيه نفسها، حماس هي ضد السعوديه وضد الاردن وضد مصر وضد بقيه الدول. حماس انشئت لسبب واحد وهو الغاء حل الدولتين، الدول العربيه تريد حل الدولتين. كما صدر عن المؤتمر الذي حصل في القاهره الولايات المتحده تريد حل الدولتين الدول العربيه بكاملها تريد حل وهذا الدولتين. الحل مطروح منذ زمن بعيد ولم يصل الى هي حل ابدا ولم تصل الى المبتغى لا الولايات المتحده ويبدو يعني ليس هناك اتفاق او رضا من حتى من الحلفاء على هذا الحل واسرائيل هي اصلا لا تريد هذا الحل وانما يمكن تريد حل اخر على كل حال انا اشكرك جابريال سوما بروفيسور في القانون الدولي كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا والشكر للواء يحيى رسول الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحه والشكر للدكتور كامل كناني الكاتب والمحلل السياسي وشكرا لمدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه عبر سكايب من عمان الدكتور غازي فيصل حسين شكرا لكم جميعا ضيوفي وشكرا لكم انتم مشاهدينا الى اللقاء